أنا ربكم العلى هكذا قال فرعون. بداية شاكرين ومقدرين للجمع الكريم وشاكرين لإتاحة الفرصة لإسراء النقاش الديني أو التدين في مفهوم التدين، ولكن عاوز أمسك الجماعة السلفية ما هم تحدثوه. أول حاجة الحركة الإسلامية سيد قطب وحسن البنا، نحن حركة إسلامية سودانية اتخطينا مزلة الأخوان المسلمين الموجودين في مصر، لكن ما إنه بين ارتباط شنو موجهات فقط، يعني ما ارتباط لصيغ، إننا فتاوانا الخاصة وإننا حاجاتنا الخاصة بينا كان هنا كحركة إسلامية موجودة في السودان. كويس، جماعة دي تكلموا أثروا كثير في النقاش وأنا كتبت كلام كثير. قالوا الحركة الإسلامية فشلت، بمسك من الآخر وبطلع لفوق. الحركة الإسلامية فشلت في العالم كله. النموذج اللي يقدم في تونس نموذج إسلامي، جبهة حزب النهضة دي كانت أكبر نموذج يتقدم على مستوى الحركات الإسلامية الموجودة حاليا حديثة. ثم تركيا هي برضو قدمت نموذج يعني فعال جدا، وفي رأينا نعم هو الحركة الإسلامية أخطأت في أشياء ولكن صوبت في أشياء. ثاني في مسألة الانتخابات ما في أو الديمقراطية، يعني مسألة الديمقراطية والانتخابات دي بنرجعنا لمفهوم التجديد، تجديد الفكر الإسلامي. تجديد الفكر الإسلامي نحن قاعدين نعتبر انه في تجديد الفكر الاسلامي انه السلف هم اللي بيحدثوا انهم السلف وما عاشوا زمانهم وانتجوا فكر. ابن قيم، ابن كثير، بتجي مع الائمه الاربعه دول كلهم ما انتجوا فكري يلامس واقعهم. ودائما نحن قاعد نظرتنا انه لما يكون الدين او مفهوم التدين او التدين ما بيمد الواقع هو يكون رجعي، بالتالي تصبح اشكاليه وبتخرج بذلك جماعات اخرى. في ابن القيم قال شنو؟ في الجماعة السلفية اللي قاعدين يستندوا به دائما ما قاعد يستندوا به الرسول صلى الله عليه وسلم، قاعدين يقول دائما الرسول ابن تيمية قال، ابن كثير قال وكذا وكذا ولا غيره. قال انه اذا لم يستطيع الحاكم إقامة الحدود الشرعية فعلى انه أي مستطيع يقيم حد الله. وبالتالي خرجت داعش يعني من منهجكم ده برضه انتوا كجماعة سلفية. وبجي مرورا نرجع لمفهوم التجديد. مفهوم التجديد نحن نقول تجديد الفكر الإسلامي، إذا قلنا اذا الفهم ما تطابق، فهم الدين او مفهوم التدين ما تطابق مع الواقع تحصل كارثه، والكارثه بتخرج هسه الجماعه السلفيه ديل المرصوصين قدامنا امام ديل كلهم منعزلين عن الواقع مرتبطين بشنو؟ ابن غيب ابن كثير. ولكن لما نجي ننتج فكر زي شيخنا الترابي، وانا زي ما دخلت هنا قلت انا ربكم الاعلى لكن قلت غالى فرعون، وفي دار اشوفهم هل هم قدر تفاولهم شنو؟ لكن نجي راجعين لمعنى في نستصحب مفهوم التجديد، تجديد الفكر الاسلامي في مساله العبادات، في مساله انه فهمنا للنصوص القرانيه. نجي راجعين في فهمنا اللي في العبادات، في العبادات اصبحت الان هي قد ما قد تكون هي مساله بتاعت حركات ومساله بتاعت الفاظ وكلمات الناس بتقولها، لكن ما تستشعرها هاي قيمه روحيه داخليه تجذب الانسان. ليه بقول كده؟ انه ربنا بيقول لها فلا تتدبرون، التدبر والتفكر والتامل، خلاص في التفكر او التدبر، في التدبر الصلاه، زول بيكون بيصلي وبعد ذاك بيسرح في عالم ثاني. ده بما فيه المنهج المنطلقين منه اللي شبهونا به وقاعدين يتكلموا في يوم في الجوامع، كلام يوم بيتكلمونا اننا الصحابه القتال وقتال والقتال ولا غيره وما غيره، قاعدين يأبوا الامه تعبيه ما صحيحه، تعبيه بتاع جهاد، تعبيه بتاع عنفوانيه، لكن يتكلم لنا الواقع الان الفكره انتج لي فكر كانه يتحد لي اتحاد يلبي للواقع حاجه، لكن ما تلبيت له ما انتجت فكر يلبي للواقع حاجه. اما الترابي يقول كذا ويطلع هذا زنديق هذا فاسق، لماذا؟ لما هو متحد، لكن باب الاتحاد ما اقول لكم مغلق. نمشي في مساله فهم النصوص او فهم الايات القرانيه. في حاجات كثيره لما نجي خلق ابونا ادم والى ان نجي لمساله هسه خلينا نكون في مساله فهم النصوص. في الاسراء والمعراج، في ايه الاسراء والمعراج في بيقول لك انه ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم ركب دابه، الدابه دبت به ومشى الى السماء، الى السماء
وبعدك وإلى شنو جراجة لسماء الدنيا مسجد الأقصى وإلى أنا بتكلم في مفهوم الآية إلى المسألة من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بيقول لك هو ذهب ذهابا لكن نحن قاعدين نقول في مفهومنا نحن في فهم النص ده نموذجا ده قاعدين نتكلم إنه يقول هو ما مش حقيقة قاعدين نعمل نعرف كيف الوحي بينزل الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يكون في شتى لما نسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ذهبت إلى الجنة ما ذهب حقيقة برجله لكن رؤيا أو في المنام يعني هو ذهب إلى الحاجة دي خلاص نمشي أكثر من ذلك في مزال خلق آدم أبونا آدم لما تعرفوا إنه في الدين الإسلامي أو في فكرة الإسلامي دخلت كثير من الأشياء الإسرائيلية أو الإسرائيليات دخلت للدين الإسلامي وبقد انتهجها إن إحنا انتهج كسلوك عام ديني كذا نموذج في خلق أبونا آدم هسا أي ظل بيقول لك كان ربنا خلقه صلصال فخار بخش الإبليس بخشمه بيطلع بدبره ده واحد بتجيب تلقى ده ما عنده علاقة بالدين والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الكلام ده لكن شنو حاجات إسرائيلات دخلت للدين الإسلامي بقت خلينا هنا نتشوش أحا نمشي أقعد من ذلك في خلق أبونا آدم قال إنه شنو كان بيجي إبليس برضه بخش وبوسوس عليه خلاص نمشي شوية في مزالة الخلق هل في ربنا قال إني جائر شنو في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من نفسه فيها وسفك الدم ونحن شنو نسبح لك إلى آخر الآية نهاية الآية ده في ناس من استدلوا إنه كان في شياطين موجودين ربنا شنو السفر بين الأرض لكن قاعدين نشوف القرآن قاعدين نتأمل القرآن هو علمي إعجازي يعني أو إعجاز أعجز حاجات ولكن في التفاصيل دي ترك علينا نحن خلاص جاء في مسألة الخلق قال إنه نحن في رأينا إنه كان أنا في مراطبي يعني كما قريت في كتاب اسمه أذان العام يعني إماد وإيروا بكون لقاك الكتاب ده أو الكتاب ده لقاك إنه في قال في البشرية كانت مرت على مراحل إنه الإنسان عشرة مراحل دي كلها تسع مراحل الإنسان كان من أول ولكن فجأة حصل له تطور لعقله ولكن نجي ماشي شوية إلى دخلوا الجنة في من قال يقولوا الجنة إنه زي السلف ده قال يقولوا الجنة هي الجنة يمكن بنخش عليها يوم القيامة أو جنة الجنة في الحياة الأخرى أبونا آدم قال في قوله تعالى فينو قال رب قال لي ما تأكل من هذه الشجرة في معبر إنه قال الشجرة هي شنو شجرة في شجرة الزقوم قال نسمع كلام ده كثير يعني وكتأكل شجرة الزقوم ولما وأمنا حواء أغرت أبونا آدم إنه يأكل من هذه الشجرة ولما قام لهم البلعوم ويقفت هنا دي الحنجرة دي ولا غيره خلاص نمشي سريعا كده في مفهوم خلق أبونا آدم وبالموازي خلق أمنا حواء فيما أقول لك خلق أمنا حواء من دلو نحو ربنا ما خلق من إذا خلقه من نفس واحدة النفس الواحدة ما بيعني إنه شنو هو نام ولما سماها وإلى غيره في المفاهيم اللي قاعد تسموها قاعد تقول شنو طلعت من الضلع العوج ما طلعت من الضلع أبو نادم لكن من النفس شيء النفس الواحدة خلاص قال نجي شوية في مسألة إنه ربنا قال أحبطا أنت وزوجك الزوجة أخواننا ما هو شرطني هو واحد اثنين الزوج ممكن أربعة ثمانية 16 إلى غيره إلى الزوج أحبطا أنت جميعا برضو ما فيهم برضو إبليس بيكون برضو موجود في ما بينهم خلاص نجي نزل إلى يعني شنو نزلوا إلى حياة الدنيا ويتلغوا وحصل بيناتهم تزاوج وانجب وحابيل وغابيل وإذا كان عنده له كان عنده له توم أو توأم زهره أي زول لما غربوا غربانهم وإذا ربوا غربوا غربانهم لكن يا أخواننا ما الأقول والمنطق بيقول ما ممكن الأخ يتزوج أخته وما بيقول ليه ما بيتزوج أخته يعني ما ممكن الحقيقة ما ممكن الدين يتكلم بالمفهوم زي داني إنه أنت أخوي وأخوك أنا وأختي مثلا توائم نتزوج بعض لكن الحقيقة دي بيشير إلى إنه شنو يعني أبونا آدم دار بس إنه أبونا آدم ما هو في خلق يعني فيهم خلق موجودين ما هو هم أمر عليه سماه أبونا آدم ولكن نجي لك راجع تاني يعني بصرف الحديث طيب المسألة دي انتهت وجاء فيها الشبهات بتاعته والزول ده أخواننا قاعد يعارض في القرآن ما بعارضنا نحن الآيات الجابة دي
الكلام ده جبته انا؟ ها؟ جابوا محمد بن عبد الوهاب، جابوا ابن تيميه، ده بيسخر من عقيده المسلمين ومن القران بتاعكم. يعني خلاصه انا لما اصدق بالكلام كلامك ده، لما اصدق بك لا جيو بيجي، لما اصدق بكلامك ده دقيقه بس خليني لما اصدق كلامك ده، لما اصدق كلامك ده معناه القران فيه ايات غلط ولا ما فيه؟ كلام الزول الجبال ده المعنى القران فيه ايات غلط. اجيك من النقاط بتاعتك، قال ما ممكن الاخ يتزوج باخته، هو في البدايه قال الكلام اسرائيليات، انت عارف اسرائيليات معناها شنو؟ معناها روانا زي ناس التراب ده، فهمتها؟ فما بيصح. طيب من ناحيه عقليه كده، انت مش قلت انا حكم صوت العقل؟ ادم بالروايه بتاعتنا الاسرائيليه دي خلقت امنا حواء من ضلعه، كيف يتزوجها؟ من ناحيه انبساغيه كده. بنته يتزوجها كيف؟ طيب لا انا بديك ما خليها اكتبها في فرصتك. طيب قال اهبطا انت وزوجك، قال الزوج ممكن يكون ثمانيه وممكن ابليس من زوجك، ربنا قال انت، انت يعني يا ادم انت، ويكون زوجك، الزوج بيطلق على الواحد، لما تكمل اثنين بيبقوا شنو؟ ربنا قال زوجين اثنين، يكونوا ثمانيه كيف؟ انت قاعد القران ده ربنا قال انا جعلناه قرانا عربيا، انت بتفسره بياتو اللغه دي، دار الواد اجتهد، انت قال الاجتهاد ساي والتجديد، انت قال تجديد ساي بتجدد ساي، انت قاعد تجدد ما قاعد تجدد، فهمت؟ التجديد ده عنده ضوابط، القران ده بيفهمه ساكت، بس انا ما ممكن اقول لك الدليل بتاع الملينة الزمان ديك مش في قرشين وملينة وكلام زي ده، ربنا قال ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله، ده دليل بتاع الملينة، جابوها ناس نميري من القران في زمن الرسول. ما بتنجر ساي. طيب. طيب نجيك من بداية الكلام بتاعك. قال نحن حركة إسلامية ما عندنا ارتباط بالأخوان المسلمين. الترابي في كتاب تجديد الفكر الديني صفحة 64 وماش كده، قال مدح سيد قطب وأبو الأعلى المودودي، وقال الحركة الإسلامية أخذت من فكرهم، وهو ذاته أخبار الأحد إنكار أخبار الأحد جابها من وين؟ جابها من وين الترابي؟ من كيسه؟ جابها من تفسير سورة الفلق، من تفسير الظلال بتاع سيد قطب. عندكم ارتباط وثيق كمان، مش قال ارتباط، قال موجهات. موجهات شنو؟ الفكر بتاعكم ده حقكم، حق حسن البنا وحق سيد قطب. طيب قال اذا ابن القيم قال اذا لم يستطع الحاكم اقامه الحد الشرعي اي زول يقيم الحد؟ جيب الكلام ده في هاتو كتاب، اتحداك انت كذاب جيبه، لو انت ما كذاب تجيبه كذاب. وابن القيم يقول كلام زي ده كلام ست شاي اول زول بليد. ما يا اخي ابن القيم رحمه الله في كتاب السياسه الشرعيه، انا بتكلم عن مفاهيم ما يزول بينجر فيها مفاهيم، فهمت؟ ابن القيم عليه رحمه الله عنده كتاب اسمه الحكم الشرعيه او السياسه الشرعيه، عنده كتاب، فهمت؟ في السياسه الشرعيه ابن القيم قال انه اول حاجه تنصيب الحاكم وشروط الحاكم، وانه ما يخرج على الحاكم الى غير من المسائل دي كلها. اصل ابن القيم يجي يقول اي زول الحاكم اذا ما قام الحد يجي يقيم الحد اي زول، يعني الكلام شنو؟ مثلا لقينا زول ارتد جاب رده زي كلام الود ده، انا براي لو الحاكم ما قام الحد اجي اقيم عليه الحد، معناه البلد تبقى فوضى، انا اقيم الحد، اهله يجي يقيموا علينا الحد، اهلي يجي يقيموا على ذاك الحد، والبلد تبقى شنو يا اخواننا؟ تبقى فوضى. ده ما بقول به عاقل فضلا عن يقول ابن القيم كذاب جيبوا امره. طيب قال انا قلت في البدايه انا ربكم الاعلى وقلت قال فرعون. طيب انت ما قلت زول مجدد ليه؟ شوف مش سلفك الصحابه، انت سلفك فرعون ده شوف قديم له كم؟ له اكثر من 600 او 500 سنه. انت تباري فرعون؟ سلفك ربنا 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 قال وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، سلفك فرعون بوديك جهنم. فهمت؟ واسع عليك الله ما تقول كلمه الا تقول انا ربكم الاعلى. ها؟ ونحن مطلوبين نمشي نزل منك، ده عباره عن استهتار انا بعتبره. طيب قال تجديد. طيب سؤال، القديم انه فرعون قال انا ربكم الاعلى، الجديد جبته شنو؟ ما هو التجديد ده انت في فهمك انه دار تجيب لنا حاجه جديده. فرعون كافر وقال انا ربكم الاعلى كافر، وانت لو اعتقدت عقيدته كافر، الجديد شنو؟ هو التجديد ده قال انه ساي. العلماء قالوا في امور غيبيه ما فيها تجديد، ما بيجدد فوقها. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الجنه، دار تجتهد تسوي شنو يعني جنه ما في؟ فهمت؟ دي امور غيبيه. ربنا قال انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا شنو؟ سمعنا
وأطعنا. ربنا قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم شنو؟ الفائزون. ده كلام الله سبحانه وتعالى. تدار تباري ليه فرعون وشو الذي؟ طيب قال العبادات هي ألفاظ وكلمات. وطبعا دار يجيب حركات الترابي. كلامك ده قال الترابي 2006 الميدان الغربي جامعة الخرطوم. انت ما جبت جديد برضو ما عندك جديد. قال ان احنا الترابي ما يلزمنا وكنتاتك كل حقة الترابي. انت بس اقول لك باسم براك اجتهد براك انت ما عندك اجتهاد اجتهد براك. دي قال الترابي موضوع ده وقام انكر قال انت بتسلم سلام عليكم سلام عليكم. قال بتسلم على منه؟ طيب الصلاه انتهت اتمغى ولا اصفر ولا اسوي شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الصلاه انتهت نسوي شنو؟ جدد لنا كده كده افتكر الصلاه دي انتهت الامام يسوي شنو؟ يديهم مسكول يا رب يا ربي ولا يسوي شنو؟ دي حاجات بيجددوا فيها عشان تعرف نفسك انك ماسكة غلط. الواد عاين عامل فوقه فرقه تراب لابس له بتاع كده وجاي ما جايه انت ما فاهم حاجه ود الحلال فهمت؟ طيب قال الناس ما بيستشعروا الصلاه. طيب سؤال الناس ما بيستشعروا الصلاه يخلوها؟ انت ما تبقى صريح ما بيستشعروا الصلاه يخلوها؟ نحن بنقول يصلوا يخلوها يعني جدد ده شنو ده يا اخوانا؟ وزال ذاته ما فاهم نفسه بيجيب حاول ينبسط كده لكن ما قادر دار يجيب له حاجات كده والاصل كانكفاء والحداثه كاستلاب ما انت ما فاهم حاجه. الترابي غاشيك ساكت والله الودع فاكيه في نفسه يا اخي ما تفكى في نفسك قدر ده. طيب قال 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 الأئمة في الدين قال الأئمة قاعدين يعبوا الناس بالجهاد. قال الأئمة قاعدين يعبوا الناس بالجهاد. قال ده عيب. الترابي ما كان قاعد يعبي الناس بالجهاد؟ ما كان قاعد يعبي الناس بالجهاد؟ ما كان بيقول للناس الطاغية الأمريكان لكم تدربنا؟ دي تعبية ولا ده تفريغ؟ دي تعبية صح؟ يعني الترابي ذاته غلطان يعني ما جدد. طيب انت جددت شنو؟ علي ما قال قاعدين يعبوا الناس بالجهاد. هالمشكلة وين يعني؟ ما يعبوا. ربنا حرض المؤمنين على القتال. ربنا قال ألا تقاتلون قوما. ده تحريض ولا ما تحريض؟ ده تعبية ولا ما تعبية؟ الآية دي نشطبة نمشي نعمل لها ارتباط مع الأخوان المسلمين ننبسخ فوقها نعمل لها شنو؟ ربنا قال ألا تقاتلون قوما كفروا كفروا بعد إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. ربنا قال في التحريض والتعبية الزيادة أتخشونهم بتخافوا منهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. رأيك شنو في الآية دي؟ أكتب ده سؤال تجاوب لي عليه وبعدين أكتب ده سؤال. الآية دي نوديها وين؟ الأئمة قاعدين يتبعوا كلام الله وإنت قاعد تنجر عقل بتاع شنو اللي عندك؟ ما عندك أي عقل. طيب قال نجي لمسألة أبونا آدم والإسراء والمعراج وقال في دابة. شوف الزول ده أنكر كيف. قال في دابة جات ومشت قال لي بيت المقدس ودت نفسي كلامك ده. قال أبو جهل انت تباري فرعون وتباري ابو جهل. ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به يا اخواننا شوفوا شوف حكمه الله. راجع كتاب السيره لابن هشام. هو يا الاخوان المسلمين ناس حركه حماس شوفوا الزول ده جهده فوقه الزول ده شوفوا له صرفه فهمت؟ احنا والله لو داعش النوعيه ده ما نناقش والله النوعيه دي ما نناقشها. نحن لو داعش النوعيه ده ما نناقشها والله. شفت البدله بتاعتك دي ترجع برا راس ما يكون فيها فهمت؟ داعي لا بقول في شنو بينكر في الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج بينكر. قال يقول لك الرسول مشى لبيت المقدس وبعد ذاك عرج به الى السماوات العلى. ربنا قال اذا الاول حاجه بس بتلك الاسراء بالقران والمعراج بالقران الا تنكر لا يجيب مصحف في مصحف اذا شال مصحف في التلفون جيبه افتح له سوره الاسراء. اول ايه في سوره الاسراء ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبد دي. الرسول صلى الله عليه وسلم بشحمه وبدمه مشى الإسراء بالدابة البراق مشى بشنو؟ ده ما سؤال. الآية دي توديها وين؟ ده في شنو؟ ده في الإسراء. في المعراج سورة النجم ربنا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. إذا كان القرآن بيقول ما ضل صاحبكم ده ضل يضلل الرسول صلى الله عليه وسلم. ده ربنا قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا شنو؟ وحي يوحى. ربنا قال علمه شديد القوى. يا أخواننا يا شعبي يا ترابي أنت ما جددت الشبهة بتاعتك دي حقة أبو جهل. أنت بتباري في أبو جهل. أنت شيخك أبو جهل. نحن سلفنا الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين وأنت السلف بتاعك أبو جهل. أبو جهل جاء قال لي أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح ليلة الإسراء والمعراج مرق على الناس يكلمهم ناس مكة. والله اخواننا تبا للجامعات اللي بتمرق النوعيات زي دي تبا
لهم كل الجامعات اذا كان بتمرق نوعية التقدير، تبا للترابي من هنا لغايه قبره، تبا لهم كلهم. اذا كان دي نهايتها حاجات ثابته بالقران، نحن مسلمين يشككون في ديننا في ايات عشان نجي في الجامعات؟ دي جامعات؟ ده دين؟ ده حزب تخش له وتشرب به؟ ها؟ ابو جهل الرسول ربنا عشان يبتليه قال له كلم الناس ديل، مشى كلم الناس. ابو جهل انا بديك لسه ايات تكفر بها تمام عشان تمرق مره واحده عشان الناس داعش ينجموك، فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلم الناس ابو جهل قال له ابو بكر الصديق او ما ترى الى ما يزعم صاحبك، يزعم معناه شنو؟ معناه كذاب. قال له قال شنو؟ قال انه اسري به الى بيت المقدس في ليله واحده ونحن نقطع اليه اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا ايابا. ابو بكر الصديق قال له ان كان قاله فقد صدق. قال نحن نصدقه في خبر السماء، افلا نصدقه الى بيت المقدس؟ الابعد السماء ولا بيت المقدس؟ ها؟ الابعد السماء. يا اخواننا ده داري يطلع لنا انه الرسول كلامه كذب. اعوذ بالله. ربنا قال لقد راى من ايات ربه الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم مش شاف الحاجات اللي قلتها دي، اديك زياده. النبي عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء والمعراج كلم الانبياء واحد. شاف قصري في الجنه لعمر بن الخطاب وحكى الكلام للصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رايت قصرا والى جواره جاريه تتوضا حسناء. قال فوليت منه فسألت عنه فقالوا هو لفتى من قريش، فسألت عنه فقالوا لعمر بن الخطاب، فبكى عمر رضي الله عنه لأنه بيصدق ما زي التراب والشعبين رضي الله عنه، صدق. لأنه ربنا قال عن المؤمنين الذين يؤمنون شنو؟ بالغيب. أنا أديك آية قبل ما نمشي لقدام، قبل ما نمشي لقدام، نحن مش بالعقل، العقل بالعقل. نحن ربنا قال لنا اقتربت الساعة وانشق القمر. أشق القمر وينه؟ أكتبوا سؤال عندك، دي سؤالين كده صح؟ دي لك أسئلة ما جاوبوا عليها، أوعك تنط بعدين. السؤال الأول قلنا شنو؟ ها؟ ها؟ الآية سبحان الذي أسرى مش؟ السؤال الثاني اقتربت الساعة وانشق القمر، هل انشق القمر ولا برضه دي في المنام؟ في المنام؟ ربنا قال لقد، اللام توطئ للقسم، أكتب. القد حرف تحقيق، رأى فعل ماضي ليفيد الوقوع والتحقق. الرسول شاف يعني شاف، موضوع انتهى. رأيك في الآية دي شنو؟ ربنا قال ولقد رآه شنو؟ نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ودي برضو أنكر الترابي، قال الجنة ما فيها شنو؟ ما فيها سدر. قال ما فيها شوك. والقال لك فيها شوك منو؟ ربنا قال سدرة اسم لكن ما قال فيها شوك، فهمت؟ الآن عندك هنا عشان تصدق بالعقل في حاجة اسمها موز كاذب وموز عادي، موز بليد وموز ما بليد، فهمت؟ ده موجود عندنا، نحن ما نصدق انه الجنة فيها سدر. الآن في حاجة اسمها نبق فارسي قدر كده، فهمت؟ طيب الآية دي رأيك فيها شنو؟ الآية دي أول لنا كانت في المنام الآيات دي، وما داري ينكر لك السنة ولسه أنا جايك للسنة. الآيات دي رأيك فيها شنو؟ ده سؤال نمرة اثنين. لسه أنت بتتورط، أنت ما قاعد تناقض في الأحاديث، يعني مش يجي يقول لي وأحد وما أحد وقد ثبت والبخاري وضعيف وإسرائيليات، دي إسرائيليات؟ صورة النجم إسرائيليات؟ ها؟ طيب. قال إبليس يدخل في فمه ويخرج من دبره، النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم كان في المعتكف وجاء صفية زوجته رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن دار يقدمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف معاه ويكلمه، فجاء اثنين من الصحابه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم مع صفيه، ما عارفين من المراه التي تقف معه، فاسرعا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام على رسلكما انها صفيه، عشان شنو؟ عشان ما يظنوا بشنو يا اخواننا؟ ما يظنوا انه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل حاجه غلط. قال فاني خشيت ان 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 يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا او قال شرا. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف نحن نظن بك ظن زي ده؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إنت لو نجيض صحيح عندك علم ما تقول لي لما الإسراء والمعراج وما في دابة وكيف يجري من الدم؟ لا بيجري، أنت مش أنكرته كيف يجري؟ أنا يجري، عقلك ما خش فوق وأنا عقلي خش فوق، فهمت؟ يلا يبقى طريقة علمية، أنت مش قلت علمية؟
في تصديق الخبر. لما تجي تصدق خبر، انت الان مثلا قلت لي ذهب فلان الى السوق، عشان اصدق كلامك لازم تبقى زول صادق ولا كيف؟ لازم تبقى زول صادق، او نقلت لي الخبر عن زول صادق. الحديث ده انت لو عندك فيه مطعن تعال قول لي الاليات بتاعت روايه الاحاديث دي كانت ما صحيحه، ولو خشيت في زي دي بتتورط، لانه عندكم كادر قبل كده قبل كم سنه اسمه ابو صلاح قاعد ولا ما في؟ فهمت بكون ما جاء؟ فهمت؟ فده لو عندك فيه راي تعال قول لي علم الحديث والكلام ده كله كلام غلط، وكلام البخاري غلط. ليه؟ لانه الراوي ده غلط، ولانه ما سمع، ولانه في انقطاع وفي اعضال وفي موضوع طويل انت ما بتقدر عليه، وان لبست ما لبست، فهمت؟ ما بتقدر عليه. فتعال خلي طريقتك علميه. طيب، فالشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، وربنا قال عنه زياده ثاني، ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث شنو؟ لا ترونه. دي الايه دي توديها وين؟ ده سؤال رقم كم؟ ما بخليك بعدين ما بفتح لك فرصه في المراه لغايه ما نجد الموضوع ده. انتوا طلبه عندكم حاجه غير انه تعرفوا الدين؟ ايوه، الناس دي اللي بيقعدوا بيجوك ان شاء الله بيصلوا بيجوا، فلازم تجي تجاوب لي على السؤال ده. ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب دي نوديها وين الايات دي؟ الا تكفر بالقران. قال اني جاعل في الارض خليفه، وقال قالوا انجعل فيها من يفسد فيها. دار يقول الشبهه ذاتها في كتاب اذان الانعام، انت ما حفظتها كويس يا ولد. كتاب اذان الانعام واحد تابع للترابي، يعني انت مش تابع للترابي، انت تابع للتابع للترابي. انت ضنب الضنب، انت ما الضنب، فهمت؟ ف قال في خلق ثاني، وذات الشبهه ما عارفه، الشبهه ما عارفه. الشبهه في قوله تعالى قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. العلماء قالوا الشبهه انه كيف الملائكه عرفوا انه في ناس في الارض وانه ناس حيفسدوا في الارض؟ العلماء قالوا حيعرفوا، عرفوا لانه ربنا سبحانه وتعالى علمهم بوحي الله. عرفت ليه؟ ما تجي تنجر ساكت. طيب قال الانسان ما عنده عقل. السلف قالوا في الحياه الاخره في مزاله الجنه، وما عارف المشكله في شنو يعني. هاي في الجنه مالها؟ الجنه مالها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها عديل كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ليله اسري بي. رايت شنو؟ راى فعل ماضي ولا ما فعل ماضي؟ فعل ماضي. التاتا المتكلم ده الفاعل. رايت ليله اسري بي، ليله ده ظرف شنو؟ ظرف زمان. اسري بي ده بيان للنبي عليه الصلاه والسلام وتاكيد في شنو؟ في الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت، وربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. رايك شنو في الكلام ده؟ اكتب اكتب. رايت ليله اسري بي، انت رايك في الحديث ده شنو؟ رايك في الادله دي شنو؟ ورينا. انت يا انت خليك راجل عديل، قول القران ده ما نافع والسنه دي ما نافعه، تعال ناقشنا. لكن تجي تقول انا عندي راي ونشغل العقل، ما عندك اي عقل. طيب قال ادم خلق من صلصال، المشكله وين؟ ما قال السلف بيقولوا، انا ما قلتها، جيب مصحف امرق لك. ها ده في سوره الحج، ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. الله قال رايك، ده السؤال رقم كم؟ رقم ستة، مش دي سكسويا كده. سجل سجل عندك، سجل عندك. رايك شنو في القران؟ انا ما بخليك. رايك شنو في القران؟ الايه دي رايك فيها شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الحج لقد خلقنا الانسان، ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. رايك شنو في الايه دي؟ الايه دي كذب، لان يا اخواننا الكلام اما ينقسم الى شنو؟ الى انشاء او الى شنو؟ او الى خبر. الايه دي خبر ولا انشاء؟ الايه دي خبر. ربنا قال ولقد خلقنا الانسان شنو؟ من صلصال من حمأ مسنون. عشان تقول لا الايه دي غلط لازم تقول الله كذاب، لانه الخبر في تعريفه ما يحتمل الصدق او شنو؟ او الكذب. لازم تتكلم عن الموضوع ده. قال ربنا قال له ما تاكل من الشجره، وقالوا الشجره هي شجره الزغوم. قال منو؟ اتحداك تجيب لي اسرائيليه قالوا هي شجره الزغوم. اتحداك شجره الزغوم يا ود الحلال ما في الجنه، عشان ما تكذب. شجره الزغوم في النار. ربنا قال انها تخرج في اصل الجحيم. الجحيم دي الجنه؟ انت دار تخش الجنه بتاعت الزغوم؟ ها يا اخوانا شوف الكذب، دار يكذب علينا ونحن قاعدين. قال منو؟ هو قال في ناس قالوا
منو قالوا ديل كذاب ما فزول قال قلت انت بس انت الكذاب عشان تنكر شجرة الزغوم او عشان تنكر الشجرة اكلوا من الشجرة والشجرة في الجنة الحنخش ان شاء الله يوم القيامة وربنا نهاهم عن الاكل من الشجرة ربنا قال فلما ذاق الشجرة في سورة الأعراف انت ما بتعرف تقرأ قرآن ولا بتعرف المصحف ذاته شكله كيف ولا بتعرف له طبعات ولا قريت الآيات صح كلها ما عندك أي علاقة بالقرآن طيب قال قال خلقوا أمنا حواء من ضلع أعوج من نفس واحدة طبعا دي شبهة بتاعت النصارى الشبهة دي بجيبوها النصارى للمسلمين مش الأعجب يا أخواننا الأعجب إنه ربنا سبحانه وتعالى يخلق حواء من ضلع آدم ولا الأعجب إنه ربنا سبحانه وتعالى يخلق آدم من غير أب ولا أم الأعجب ياتو بالعقل كده أنت المفروض تنكر شنو خلق آدم أنت لو صحينا جيط ودار تكفر تب كده مرة واحد وما رجليها مفروض أول حاجة تكفر بخلق آدم لأنه خلق آدم هو الأعجب وليس خلق منه وليس خلق حواء فهمت وبعدين جاب في شبهة كل مرة بحاول يرميها برضو جاب الترابي إنه قال من نفس واحدة والنفس هي مؤنث هنا ده كلام الترابي وإنت ما حفظته والما حفظته جبت نصه وجبت نصه ما فهمته وإلى الآن أنت ما فاهم بتقول في شنو فهمت الترابي الترابي قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة قال النفس هي حواء قال آدم خلق من حواء مش حواء خلقت من آدم ده كلام شيخك ما تحفظ كلام شيخك أحفظ كلام شيخك فهمت وده برضو غلط لأن النفس قد تطلق على الذكر وقد تطلق على الأنثى الدليل قال الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه دي هنا أنثى ولا ذكر تقدر تقول أنثى عشان تكفر يلموا فيك ناس داعش ولا بتقول شنو ده برضو سؤال اكتبه عندك طيب نحن نمشي الصلاة ونجي راجعين لسه الأسئلة بتاعتنا دي لازم يجاوب عليها ده كلام والله أخواننا الكلام ده الكلام ده ده كلام سيء جدا نحن من الشيوعيين ما سمعناه عشان تعرف الترابي عقيدته ولسه انا ما جيتك في الترابي اوعك تشرد احنا بعد الصلاه ان شاء الله نبلغ هنا اوعك تشرد بعد الصلاه نجي هنا ان شاء الله لكن لما اقول لك امشي اشرب مويه تقول لي كذاب ده امر ما يحتمل الصدق ولا الكذب ربنا قال سبحان الذي اسرى اسرى ده خبر من الله انه اسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم عديل كده النبي صلى الله عليه وسلم مشى بيت المقدس وفي سوره النجم ربنا سبحانه وتعالى عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع والإجماع حجة شرعية من القرآن وبالأدلة أيضا من القرآن من سورة النجم ربنا عرج عديل بالرسول صلى الله عليه وسلم مشى لاقى الأنبياء بكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى فالآية الأولى يورينا ليه يورينا ويجيب ليه دليل أنت ما دام قلت ما بتتبع كلام عالم أو سلف أو غيرهم وابن القيم ليه وعصره وأنت دار تجدد تقوم تجيب لنا تجديد من الكتاب والسنة أسو الزول المجدد ده يا أخواننا العلماء قالوا ده الزول اللي بيجيب الأدلة بتاعته من القرآن والسنة هو السنة ما شايلة والقرآن عنده فيه رأي لكن برضو بنقبل كلامه تجيب لنا أدلة تنظير ساي ما بينفع طيب تورينا السؤال الأول في سورة الإسراء أول آية الثاني في سورة النجم طيب السؤال الثالث تقوم تجيب لنا كلام ابن القيم مصدر وين تقبل نسبت كلام لابن الغيم اي زول يغيم الحدود لو الحاكم ما غام الحدود وده منهج داعش ذاته ده المنهج بتاع داعش قال امنا حواء ما خلقت من ضلع اعوج امنا حواء نحن عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلقت من ضلع اعوج طيب صدقنا معاك ما خلقت من ضلع اعوج لا انا لا انت لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنا حاضرين لما خلقوا ابونا ادم وامنا حواء صح ولا ما صح اخوان طيب الرسول قال الكلام ده من وين؟ قالوا بشنو؟ بالوحي كلام الرسول وحي الآن نحن دارين نهو يورينا أمنا آدم جات من وين؟ نحن كل والله إلا تبقى شيوعي تقول بنظرية داروين إلا تقول أمنا حواء دي كانت حشرة في مستنقع غزير إلى آخر من الكلام الباطل ده لكن الآن دارين منك دليل من القرآن والسنة أمنا حواء جات من وين؟ من وين جات؟ نحن عارفين أبونا آدم ربنا خلقه من تراب بعد ذاك من ضلعه الأيسر الأعلى الأقصر خلق أمنا حواء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فالسؤال نمرة كم؟ نمرة أربعة تورينا أمنا حواء بالدليل لأنك أنت أنكرت وما أنكرت بدليل بعد ذا داري منك الدليل لازم تجيب الدليل طيب
السؤال نمرة خمسة، آية سورة الحجر، ربنا قال لقد خلقنا الإنسان من ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وانت قبل انكرت الكلام ده، فرايك شنو في الخمسة مسائل دي؟ نفتح لك فرصة تجاوب لي دي الأول، بعد ذاك لو دارت أخش في موضوع تاني ما عندنا مشكلة، معاك للصباح بإذن الله. جاوب لنا على المسائل دي كلها. السلام عليكم ورحمة الله للمرة الثانية. في آية الإسراء والمعراج أنا قلت ما مش حقيقة لكن مشى وهيا في الوهي بجوال بنزل بنزل عليه الوهي رؤيا، هي في رؤيا ما مشى حقيقة رؤيا في المنام، يعني مشى ذهب في المنام أغلا، يعني ما قصدي حركة في كلام. أيوة يا أخوان عشان في تأويل الآية، في تأويل الآية بديك تتم كلامك. أنا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم مشى عديل بشحمه ولحمه ودمه عليه الصلاة والسلام كامل الهيئة، وانت قلت مشى بشنو؟ بالمنام. أيوة. أدينا الدليل، أدينا الدليل. نحن بفصل بيناتنا شنو؟ مش في بياناتنا أرضية مشتركة زي ما بيقولوا الجماعة. الدليل على إنه الرسول مشى بالنوم شنو؟ أنا ما داير الدليل، وريني بالنوم. تأويل ده، تأويل ده، في التأويل ما كويس. تأويل ليه؟ ده تأويل، في التأويل ما ممكن من دي 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 ما كويس. أنا بديك تتم كلامك. الأصل عندنا في الكلام الحقيقة ولا الأصل المجاز؟ دي أنت شبه ما قادر تجيب. أديك لا، الأصل في الكلام الحقيقة. أنت عشان تصرف اللفظ من ظاهره تجيب لنا قرينة تصرف هذا اللفظ. يلا واصل في الآيات كلها كويس. في إنه الأصل في إسراء والمعراج خصوصا صلى الله عليه وسلم ما مشى برجله أو برجلينه، مشى على إسراء والمعراج، لكن في المنام رأى رؤيا أو في الرؤيا بينزل عليه الوهي، في رؤيا بيمشي انه ولا في في الجنه، في الجنه ينظر ل غسر ابو بكر الصديق، ينظر لغبر منظر لغسر عمر بن الخطاب ولا غير ذلك. ما قد يكون مش حقيقه لكن رؤيه، يعني رؤيه انه شنو مثلا يقول ربنا اراه انه غسر فلان او فلان او إلان في وادي في الجنه. خلاص بمشي في نقطه نقطه، احنا دايرين نمشي نقطه نقطه. والله انا داير الحق، والله انا جايب عليهم كلهم واجب. لا 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 تجاب كله وانا جايب كله، ما تحلينا، تحلينا ما تحلينا نقطه نقطه. فهمت؟ انت قلت الان رؤيا منام. أيوة. انت عارفني ليه دار اقول لك نقطه نقطه؟ لانه انت الان لما انت تقول لي مشى في المنام معناه الايه بتاع سوره الاسراء دي غلط. لو ما غلط، لو الايه دي ما غلط، اول حاجه فرق، انت عندك خلط، انت خالط، ما عارف الخالط يعني خالط الادله والمفاهيم. الاسراء كان من مكه لغايه بيت المقدس، والمعراج كان من بيت المقدس للسماء، وانت انكرت الامرين مش امر واحد، يعني الاسراء والمعراج مش الاسراء والمعراج حاجه واحده. الايه دي الدليل شنو على انه كان بالمنام؟ انا ما دار اديك، انت تجيب لي دليل ولا تقول لي انا ما عندي دليل، انا بنجر ساكت كده بخليك، لكن ما كده كلام ساي ما بخليك. بس خلاص تفضل خير. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قد نعرف كيف بينزل عليه الوحي، الوحي بينزل الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يكون كيف؟ هل قاعد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيسحب من الارض الى السماء؟ ام بيجي عليه جبريل؟ او في هو باعتبار المساله هي كلها كشف غطاء، كشف غطاء لربنا هي يريه، والحلم نعرف كيف هو المن. لكن في قال الاسراء والمعراج، قال شنو؟ اسرع بيبدا شنو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خلاص الاسراء انا ما كلمت، ما قلت لك انه هو المشي هو زحام بارجل، انا قلت لك المشي هو يعني ربنا كشف انه قطاع اراه يعني من المسجد الحرام للمسجد الاخر برؤيا انه ذهب، يعني في الكلام اي ما ذهب كده حقيقه كده في الحلم، يعني تحلم انت حاليا، بتحلم انك انت مشيت باماكن يعني عادي. طيب كويس. أي. كويس. القران قال لنا سبحان الذي اسرى بعبده، دقيقه اوتي ملك، من حرف ابتداء لغه عربيه، والقران ده نزل بلغه منه بلغه العرب. أنا عشان ما تقعد تنجر ليس، ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال في النوم، أنت النوم دي جبتها من عندك، هذه من كيسك. ربنا سبحانه وتعالى قال بعبده من المسجد الحرام، من حرف ابتداء حروف الجر ولا شنو يا شباب لغة عربية؟ إلى المسجد الأقصى، إلى حرف شنو؟ حرف جر وغاية، لغاية المسجد الأقصى. بعدين ربنا أكد لك قال لك ليلا، يعني الإسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى كان في الليل بس، ليله بس، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وربنا الايه عشان اوريك انه كلامك كذب، الايه ربنا سبحانه وتعالى بدا بسبحانه،
التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى فعل هذا إعجازا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما له وبيانا لمنزلته وأنه صادق في وحيه. الآن أنا تكلمت لك بلغة عربية ولا أسيت لك، أنا دايرك ما تقول لي أنا اختلفت معك، قلت لك يا أخي جيب لي الكلام ده من بدليل. الدليل شنو؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم مشى بالمنام. نحن ما اختلفنا في إنه الوحي بينزل كيف، طرق الوحي في كتاب بدأ الوحي في صحيح البخاري. أديك لا، من الطرق إنه يجي جبريل في هيئة رجل، زي ما جاء في هيئة رجل طويل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يعرفه منا أحد، الناس مش حافظ الحديث. جبل هيئة ده واحد. اثنان، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قاعد ينزل عليه الوحي فيتفصد النبي صلى الله عليه وسلم عرق، بعد ذاك يوري الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نايم، ودي برضو في أدلة المقام ما بيتسع، أنا ما دار أمرق من الموضوع. دي كلها من طرق الوحي. أنا ما اختلفت معاك في دقيقة عشان ناسم الحديث. أي كويس، ما اختلفت معاك في طرق الوحي. أنت قلت الإسراء، الإسراء ده للمسجد الأقصى، ما تخلط. الإسراء كان للمسجد الأقصى في الواطة، من واطة لواطة، والمعراج كان من الواطة للسماء. أنت قلت الإسراء ده ما كان بشحم الرسول صلى الله عليه وسلم وما برجلينه، أنا بقول برجلينه. انت لو قلت ما برجلينه بالمنام جيب دليل. دليل معناه شنو؟ معناه آية، لأنك قلت في إسرائيليات واوا ما دارين نخش في السنة وصحيح وضعيف، دارين نبقى في القرآن. دليل من القرآن إن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى لبيت المقدس في النوم. في النوم الرسول يمشي لبيت المقدس في النوم، دي بتصدقها انت؟ لا بقى جدل بيزنطي، ده جدل بيزنطي، جدل بيزنطي ما بينتهي، ما بينتهي بالطريقه دي. انا عرضت عليك، انت عرضت عليك، ده كله بيبقى فيه التاويل. انت اولت بتاويل وانا باول بها تاويل، هو التاويل ممكن يعني في من اول انه قال انه جوز للمسلم يسوي التزعة، والتاويل اذا باول بما هو شنو يراه هو مناسب، وما في ضوابط بتضبط انه شنو انسان ما يأول تاويل، واذا باول بتاويله وتاويلي انا ما انا شايفه ما خطا. كويس دقيقة، خلاص خليك معي. لا ما خلاص خلاص، وين اول كلام؟ لا ما خلاص، نقطة دقيقة. انا قسمت معك منبري، انت ما بتعمل لي كده في منبرك، انا قسمت معك منبري، انت قلت الخمسة تلقى تنظيم يقسم معك منبره، ده انصاف. انت ما تخليك ما تخلي ولا تبخس الناس اشياءهم، دي كمان اولى يا واضح، فهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى شوف التأويل، التأويل عشان تأويل ده الناس بلاغة، ده شغل بتاع ناس البلاغة وبرضه ما بتمرق مننا. التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا يكون إلا لقرينة متصلة أو منفصلة. متصلة معناها شنو؟ تكون مع الآية، أو منفصلة في محل ثاني. لو جبت لي قرينة متصلة أو منفصلة، لو أنت فاهمني بقول في شنو، أنا ببقى معاك إنه النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، ده جدل بيزنطي. أنا بقول لك البلاغة قالوا، بقول لك اللغة العربية قالوا، لو كنت قلتها في هندسة أقول لي ده بيزنطي، لكن ده في كلية التربية، ناس عارفين اللغة العربية، ده ما بيزنطي. ما بيزنطي، البيزنطي حقك انه يكون كلام من غير دليل. وانت قلت لي اول تاساي وريني تاويل الغلط وين، ده ما تاويل، ده ظاهر القران. انا قلت لك سبحانه معناه تنزيها، الذي اسم موصول، اسرى، اسرى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، اسرى بعبده جار ومجرور، وهنا يحمل اللفظ على ظاهره حتى تاوي بقرينه متصله او منفصله. من المسجد الحرام، ده بيزنطي. من ده حرف ابتداء من المسجد. المسألة ما هي مسألة الإعراب، مسألة ما مسألة الإعراب. الإعراب ما مسألة الإعراب. قعدنا نحدث القرآن دقيقة. القرآن القرآن إذا قعدنا نفصل آية آية حرف حرف بيبقى إنه أخطأنا دخلنا. معلش معلش معلش. ما كده. لا كده كده أنت دار تزوق أو عاد تزوق. ما كده. طيب أنت دار تزوق. القرآن الآن يا إخواننا. أي ويل للمصلين. أنا قاعد شنو؟ قاعد نعرف ابتدى خبر وكذا وكذا، كده ما بصل لنا الجدل، دخلني في حاجات ثانية. الكلام أنا بخليك بشيل لك المايك ذاته. عين، ويل للمصلين في حاجة اسمها اتصال وانفصال. لو قلت ويل للمصلين كده غلط. لغاية ما تقول ويل للمصلين الذين، لأنه الذين اسم موصول، فزول لما يقطع بيبقى خالف اللغة العربية، فهمت؟ ده من ناحية اللغة العربية، فدي شيلها بعيد. طيب نجي راجعين لموضوعنا، ما برجع لك. ما بخليك. ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لا ما بخليه، لأنه ده داري يشكك المسلمين في عقيدتهم. قال نحن ما بنفكر. طيب يا أخواننا ما بيخليه. ربنا قال سبحانه الذي أسرى. التأويل هو شنو؟ هو قال لي أنا قاعد أول
أنا ما أولته. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. طيب نجي نشوف أنا أولته ولا ما أولته. سبحان معناه تنزيها. أولته أمشي يجيبوا المراجع، في زول عنده مرجع بتاع لغة عربية يجيبوا لنا يفتح، أنا بفتح لك. سبحان. طيب الذي أنا أولته قلت اسم موصول، ما اسم موصول ولا ما اسم موصول؟ طيب الذي أسرى فعل ولا ما فعل؟ فعل. بعبده جار ومجرور، عبده الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا ما صح؟ لأنه أضاف له إضافة تشريف. نمشي لقدام. من المسجد الحرام، المسجد الحرام تأويله شنو؟ أنا أقول لك أنا ماشي المسجد الحرام، تقول لي أولته معناه شنو؟ يعني لما أقول المسجد الحرام معناه خزان سنار، معناه المسجد الحرام. لو قلت معناه كده معناه يبقى غلط. إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى وين؟ بيت المقدس. الرسول مشى من مكة لبيت المقدس. التأويل في كلامي شنو؟ والرد عليه من القرآن شنو؟ هاك. دقيقة نرجع في قولنا، في إنه زول بيتكلم عن اللغة العربية، قال بيتكلم الإعراب ونهو ولا غير ذلك. خلاص قاعد يتكلم إنه خلقك ثم سواك وعدلك، أنا قاعد أشرح أو أفسر أو بكلمة كلمة بخش في حاجات تانية. أنا ده الحاجة دار أشير ليها، والدار أشير في إنه في تأويل في مسائل الإسراء من الإسراء إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، يعني ما هو المسألة المنطق؟ ما القرآن ده وصل وين؟ نزل وين؟ نزل العقل الأقول، بخاطب الأقول. الأقول بيقول إنه هنا في إدراكنا هنا كبشرية، قاعد يقول إنه في تفسيرنا هنا كمنطق يا إخواننا، إذا بيتكلم في حدوده في حدودنا كده هنا بنفكر إنه هو قاعد نعلم إنه بيجي الوحي كيف هو بيجي شنو؟ إلحاما أو شنو؟ بيجي رؤية. الرؤية اللي بتجي جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم هي شنو؟ هي ربنا كشف إنه قطعه هو ذهب يعني، والمسألة دي ما فيها إشكال يعني. دي ما مشكلة إلا إذا أنت شايفها مشكلة، إذا شايفها مشكلة نقول لك في قول ثاني يعني. هو المسألة ده كلامنا كل ما قاعد يفضي النقطة شنو؟ حقيقية. نرجع. أنت قلت لي كلامك ده كله عبارة عن تأويل و إلى آخر، ودي ما نقطة حقيقية، وعقلا ما بيجي عقل منه. والدليل انت مش قلت طيب كويس، افترضنا معك الدليل على انه مسألة العقل هو المرجعية شنو؟ من القرآن. انه ندخل عقلنا في الغيبيات، العقل تتفكر وتتدبر في آيات الله، الآيات كلها ان في ذلك لآيات للمتوسمين، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. التدبر والتفكر بيكون تابع للقرآن ما مناقض للقرآن، عشان كده ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا. انت قلت رؤيا منام، انا الايه دي اوديها وين؟ انا لو صدقتك انه رؤيا منام معناه الايه دي غلط يا الله، لانه في اللغه العربيه الكلام على الحقيقه. الدليل شنو؟ ربنا قال ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. ربنا ينزل لنا قران نجي ناول كلام انا ما اقول ده لازم قولك قلنا شنو؟ اسرع الاسراء اسرع، لكن شكل الاسراء كيف؟ ده الاختلاف كله. لا 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 انا ما خلافي معك في اسرع. انا قلت لك انت مغير. اسمع لا 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 ما لا 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 ما تصرف الكلام. انا ما قلت لك اسرع به هو حقيقه كده في المنام ومشى. انا قلت اسرع لا اسرع به هو مناما في رؤيا ما هي مش حقيقه. طيب كويس مني كلام انا. طيب كويس يا دقيقه الطلبه دي الفاهمين، انت ما قاعد تغش في الطلبه، اوريك ما قاعد تغش في الطلبه. أنا من قبل يا أخواننا قلت الزول ده ما قال أسرة، أنا خلافي معك في إنه أنت ما قلت أسرة. أنا قلت لك أنا قاعد أقول سبحان الذي أسرة، وأنت بتقول سبحان الذي أسرة. أنا بقول سبحان الذي أسرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، النبي صلى الله عليه وسلم بذاته مشى، وأنت قاعد تقول أسرة عشان ما تكذب علي. أنت قاعد تقول أسرة وأنا بناقشك في منامه ليه؟ أنت قاعد تقول أسرة لكن بتقول في منامه. أنا مش خلافي معك في أسرة وما أسرة، لا 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 دي ما بتعمل علينا، إحنا دي فاهمينا، دي كنت ألعب غيرك، فهمت؟ أنا بقول معك أسرة وأنت بتقول أسرة، أنت بتقول أسرة بمنامه، أنا داير الدليل بتاعت منامه، لأنه أنا قلت لك القرآن قال سبحان الذي أسرى بعبده. لما أقول لك فلان ساق ولده معه تقول لي في المنام؟ ها ساق محمد جناه تقول لي جناه في المنام. من أين جئت بالمنام؟ وربنا قال بعبده، من وين جبته؟ جابوا بالليل زي ما قال اخونا، جبته من وين؟ فهمت؟ فربنا اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالليل في ليله واحده الى المسجد الاقصى، ده السؤال الاول. وفي كلام مؤكد قال انه الرسول صلى الله عليه وسلم اصبح الصباح بيحدثهم، ما كان في المنام؟ ما في المنام. مين كلامك؟ لا ما من كلامي كيف؟ من كلام الصباح بيحدث الصحابه يا اخي اوريك حاجه،
انا من الخرطوم لمدني جيت بالليل من بورسودان للخرطوم جيت بالليل، ازول بالليل ما بيقدر يتحرك ولا شنو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرس، اسمع اسمع لسه هذيك ادله لسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بالليل ويعرس اخر الليل، يعرس معناه بينوم نومه السحر ده في السفر. فكونه تقول لي لانه بالليل عشان كده ما اسرى وكانت في المنام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في 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 ادله، ووحي جاءه وهو نايم بالنهار بالنهار، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه. اديك دليل حديث ام حرام بنت ملحان، لسه جايك، جيب اديك دليل، اديك دليل. قلت نام المنام في منامي، لو نام انا في كلامي كله في مضمون كلامي انه هو كان جاته رؤيه في المنام، انه ربنا اسربه هو في المنام، ما اسربه وهو صاحي. وزول ده الكلام ده الدليل شنو؟ طيب الدليل شنو؟ الدليل شنو؟ الدليل انه ربنا اسربه وما اسربه هو ماشيا ذاهبا. الدليل شنو؟ خلاص هو الوقت كان في قرينه، في قرينه بتدل على انه شنو؟ النوم. هو كان نايم في القرينه دي بتعكس انه وين؟ كان نايم. وين القرينه؟ كان نايم. انت كنت حاضر الرسول؟ انت ما كنت حاضر. انت حاضر؟ كنت حاضر. لا دقيقه دقيقه، ما هو مثلا كلها انا لا حاضر، انت لا حاضر، ولا الشباب ديل حاضرين. عرفنا كيف؟ بالقران. عرفنا كيف؟ بالوحي، بالقران. وين الدليل؟ يا اخوانا اي زول داري كورك؟ ما يكورك من برا، بنفتح لك فرصة، لو مؤيد الزول ده أو عندك رأي تاني بنفتح لك فرصة، أي زول مناقض كلامنا ده بنفتح لك فرصة، الزول ده الآن جو يقف قدامنا وناقضنا، أنت عندك أدلة؟ تعال خش جوا، الكورات من برا ما بينفع. ما بينفع، عندك أدلة؟ تعال جيبها قدام الرجال ده، لكن الشغل تحت ده ما شغل رجال، فأنت خليك نجيب، تعال نتكلم هنا. سبحان الذي أسرى بعبده، نرجع للموضوع، ما نوما، ربنا قال ليلا، ما نوما، فهمت؟ ربنا قال يا خليك من ده، ربنا قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الآية دي معناها شنو؟ معناها أنت لو مسافر بالليل بتشوف شنو؟ النجوم. ده فيه دليل إنه ممكن تسافر بالليل، صح؟ أي ففيه دليل برضو إنه ممكن الزول يمشي بالليل، عشان تقول لي بالليل وبالليل ده ما موضوعنا، موضوعنا أنت قلت نوما، مناما، وين؟ مناما دليل شنو؟ لو ما قدرت تجيب لها دليل، ما جبت لها دليل من قبل إلا الفلسفة بتاعتك المخالفة للقرآن، المخالفة لإجماع السلف، المخالفة للغة العربية، المخالفة لأي حاجة، نمشي للمزل البعدي وتتوب وترجع. خلاص دقيقة، في 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 مجمل الحديث الزول ده قال إنه يتكلم. يا إخواننا ناس تفرق بين النص القرآني وفهم النص القرآني. النص القرآني إذا أنا حرفت فيه تحريف لفظي ده عنده عقوبة، إذا فسرت تفسير أو تأولت تأويل، والتأويل ما مقدس، مقدس الكتاب، الفهم لكن ما مقدس، ممكن أي زول يفسر زي ما عاوز، حسب ما في في نماذج، تمام على حسب أدلته، على حسب أدلته. كلامك كويس، كلامه كويس يا إخوانا، نحن هنا في ساحة علم، تمام، نحن أصلا في سوق لا حاجة، الشباب ده اللي بيسمعوك للنهاية. أنت قلت الآن الزول لو تأول وتكلم في القرآن بمزاجه ما عنده مشكلة، ربنا قال في سورة الإسراء ده الدليل الأول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تتكلم في القرآن من غير دليل أنت مؤاخذ، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، تجيب لنا الدليل من القرآن على أن الزول يتأول وأي زول يفسر، أي زول يفسر جيب الدليل. خلاص أخواننا أي فاتح، أنا فاتح أي فاتح آفاق التفكير، قاعد أعمل من النص القرآني، في النص القرآني في النص القرآني يعني بشوف في هل حيبقى يعني أنا فاهمي له حيقبل المنطق في مع تفسير مع مراعاة تفسير لآخرين للآية دي، ببجي نموذج في حد السرقة فيما هو يقول قتليت، أنا بقول ما قتليت برضه عشان يخش في جدل، جدلك ده ما حيفضل الحقيقة، لكن انا بتكلم على انه نعيد صياغنا وفهمنا للنصوص القرانيه، والدين اصلا هو صالح لكل زمان ومكان، والدين هو متوسع بحر يعني يتوار بحر، ما يزول بعدك بيشرب في من انت شربت بالسلفيه الرجية انك انت فسرت واولت بالدين الاسلامي وفق واقع انت شفت واقع انت كده، وانا فسرت واولت وفق منظوري وفق واقعي وكذا المثل كويس. الى الان الزول ده ما قدر يجيب دليل، الان الى الان لا دليل على التاويل الباطل، وانا اديته دليل من القران عشان انا اوريكم من قبل ان الزول ده مشكلته في القران.
لو هو صحيح كان القرآن بالنسبة له حجة، كان مفروض يجيب لي دليل عشان يسكتني ولا كيف؟ جيب دليل على يا أخي أنت يا أخونا الاجتهاد. طيب دارين نجتهد ونفكر، أنا الآن مركت له من السؤال الجبيل كويس؟ ما جاوب عليه. طيب أنا داير أجتهد يا أخوانا، هل في ضوابط للاجتهاد ولا ما في ضوابط للاجتهاد؟ والضوابط دي شنو؟ أنا دار أجتهد في القرآن، يعني مثلا هو قال أنا أجتهد أي زول ما بيزاني. الآن أنت الآن أنا بفتح بأجر لك محل، وأنت الآن مثلا زول في كلية التربية وغيرها وتخرجت ودوك شهادة ودكتورة كويس؟ نفترض مثلا بدكتورة وفتحنا لك وديناك معمل، وزول عنده كلى جاك يتعالج عندك ومات، وجيت قلت لأهله يا أخوانا ما أي زول يجتهد بيخلوك ولا 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 بحاكموك؟ بحاكموك. ليه؟ لأنه أي حاجة لابد لها من تخصص. خليك من ذا اللعب الكورة، لو جينا لو أنا جيت مثلا ألعب مع، دخلوني مثلا السودان دار ألعب مع ناس نيجيريا ولا أي ناس، جيت ألبس سربادوك، سربادوك بيخلوني ألبس؟ دار ألبس لي سروال طويل بيخلوني؟ ما بخلوني. لو دار ألبس لي عراقي، لأنه العراقي ده بخليني أجري مثلا في الكورة بلعب باك زي الناس، هل بخلوني؟ ما بيخلوني. دارين الفريق بتاع السودان قلنا لهم والله اخواننا نحن الفريق القومي ده دارين نبقيه اولاد عم، بس انا ما دار اديك لمساله الاجتهاد وعندها ضوابط كويس. ده في الدنيا، هل بيخلوني اجيب 12 بيجاي او مش 12؟ انه يا اخواننا المدرب لو اتزنقنا يجي يلعب معانا بيخلوك؟ مش بلاتر بيطلع فيك كريت احمر وبمبي؟ فهمت؟ طيب كيف الكوره والدنيا والمهن الدنيويه يكون عندها ضوابط، والإسلام اللي بيدخلك الجنة أو بيسوي تخش النار ما يكون عنده ضوابط؟ كلامك ده باطل ولا يوافقه العقل ولا الشرع ولا غيره. عنده ضوابط، ما هي الضوابط للاجتهاد في القرآن؟ وتكون اجتهادك الجبال موافق للضوابط اللي حتقولها. خلاص يا أخواننا، مسألة الاجتهاد، أنت إذا ما عالم، إذا ما عالم ما هتجتهد من فراغ. تجتهد كيف من فراغ؟ في مسألة الاجتهاد أصلا ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب على الدوام منو حق يكون مجتهد؟ على الدوام منو؟ ابن تيميه الدوام حق منو؟ هو بدو الضوابط دي بدو الناس؟ الضوابط دي زاد بدو الناس؟ ممكن الناس تنقض الضوابط دي يعني؟ وهي حاجات دي ما مقدسه يعني؟ انقودها الان، انقودها يعني؟ ممكن تنقودها؟ انقودها الان. انا ما في سبيل، ما تعرفني الحديث، ما تخاف مني، ما عندي معك مشكله. دقيقه، ما تعرفني انا الحديث، انا اصلا من اصله جاي هاي؟ ما تعرفني الحديث عشان ما نعرج بحاجات انا ما مرتب لها انا اصلا كويس. جاي خشي على هنا خلاص كويس. خلاص خلينا ارد، خلاص انا ارد عليك دقيقه. خلينا نمشي السؤال الثاني، ما انت الان جاوبت لي ومركت وانا خليتك. نمشي للمزل الثاني. يبقى الان يا اخواننا عندنا الاسراء، الحمد لله فشل فشل، وكل بني ادم يلعب بالدين بيفشل، والله تفشل ولو كنت من ذاك. انت دار تتكلم الرسول، الرسول عليه الصلاه والسلام مشى به والله دنو من بيه، ولو ابوي قال الكلام ده اكشفه لك كشف لما يتحير، فهمت؟ وده أي زول مصدق به، وده عليه إجماع الأمة. من أصول الاجتهاد أنه لا اجتهاد مع نص، ودي أنت ما جبتها. ده مش ابن تيمية، ده من زمان إجماع الأئمة الأربعة. قالوا الإمام الشافعي في الرسالة قبل ابن تيمية يلدوه، محمد بن عبد الوهاب يلدوه رحمهم الله، فهمت؟ قالوا لا اجتهاد مع نص، يعني في دليل ثاني ما في اجتهاد. ما في اجتهاد في مسائل علم الغيب، يعني ما ممكن ربنا يقول أسرى بعبده، أنت تقول ليلة بالمنام ولا بيه كده، معناها يا الله كلامك كذب. الاجتهاد لا يكون في الأخبار، وإنما يكون في الأحكام التي لا دليل عليها يقاس عليها. مثلا تجتهد في البنجو، البنجو ده حلال ولا حرام؟ البنجو بيعمل شنو؟ بيسكر. نقوم نلحق البنجو بشنو؟ بالمريسة. ليه؟ لأنها بيسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كده اجتهادك تمام. تجتهد لنا في أطفال الأنابيب، بيجوز ما بيجوز؟ المسألة فيها خلاف كبير. نعم اجتهد بالأصول الشرعية، لكن ما ممكن تجي تعارض لي القرآن. أنت الآن ما اجتهدت، أنت الآن ما اجتهدت، أنت الآن نجرت بس، والنجر هين. الآن نجر ساكت، عارضت القرآن. ربنا يقول سبحان الذي أسرى، ويجيب لك اسم موصول، وربنا قال لقد إنا أنزلناه قرآنا عربيا. عربيا معناه شنو؟ معناه تجتهد بأصول. في المسألة الأولى ما قدرت أجاوب عليها. المسألة الثانية، آيات سورة النجم، ما بخليك أصل داير تنكر أحاديث متواترة ثابتة بالسنن وآيات صحيحة. ربنا قال وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى أن يقول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأنا أديك شبهة في الآية دي غادي أنت ما تحسنها، لأنه
ما كذب الفؤاد ما رأى، ده ممكن يأيدك تقول لي دي رؤيا قلب، لأنه ربنا قال ما كذب شنو الفؤاد، دي أكتبها معك أنت ما عارف، فهمت؟ إلى أن يقول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ربنا قال ما زاغ البصر وما زاغ البصر وما طغى، مش ما زاغ البصر وما طغى، البصر دي هنا دي رؤيا فؤاد، البصر رؤيا فؤاد، البصر رؤيا شنو؟ رؤيا عين، البصر رؤيا شنو؟ رؤيا عين. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، بهذه الآيات بالنص الصريح وبالظاهر ليس بالمجاز وليس بالتأويل عرج به إلى السماوات العلى، وربنا قال عند سدرة المنتهى، أها في شنو؟ عندها شنو؟ عندها شنو؟ لا 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 بديك بديك وقتك، عندها جنة المأوى، عندها جنة، دقيقة دقيقة، عندها جنة المأوى، يعني الرسول ببصره شاف وين؟ في الجنة، والجنة وين؟ فوق السماء، معناه الرسول مشى ذات وين؟ فوق السماء. طيب ما رأيك في هذه الآيات؟ أنا بقعد لك ذات جيب اللي كويس بس انت دليل عليك الله يجيب لنا دليل في شنو؟ دليل في شنو؟ في الآيات الخمسة دي صح؟ أي ما جيب دليل في المسألة الثانية بعدك نمشي في الحاجة. قال أئمة الجهاد إخواننا الواقع الآن ما تجي ما تجي كويس بفتح لك تتكلم موضوعك في شنو؟ تتكلم في الأئمة الكذابين، تتكلم في الأئمة الدجالين، المواضيع الانصرافية إلى آخر تتكلم فيهم. ما أنت تكلمت في انشقاق الغمر في آية في انشقاق الغمر وتكلمت في أنا ما سألتك السؤال ده بعدك أنا شغال الأمر جاي فيهم بس أول حاجة تبدأ لي بالسؤال ده في شنو؟ سؤال شنو ده سؤالك؟ السؤال آيات سورة النجم الرسول عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى والصلاة شرعها له وين؟ شرعها له وين؟ أنا في فوق السماء السابعة في مقدوري في مقدوري الموضوع ده وين انتهى في تقديرك؟ أه انتهى الدليل شنو ورينا أنا يمكن أكون ضال لدار أهتدي والله أنا ما دار أخش النار أنت مش بتحب عليه الخير وللمسلمين ولا بتحب عليه الشر؟ لو بتحب عليه الخير وريني الدليل لو ما عارف ما عيب الزول يكون على باطل ويتراجع كما قال عمر رضي الله عنه فالرجوع الى الحق خير شنو من التمادي في الباطل ما عيب والله ما عيب هسي اخونا ابو عزام صلحني في مزله وانا صلحته في مزله ولا في زول الان نبه وانتبه له ولا انت انتبهت له انا لو كان بشتغل بحزبيه كان اقول الناس ما انتبهوا له ومشي عمك ما بزد عارف لكن اتكلمت عنه وصححته في مسألة هو صحح لي قبل أخونا أبو عزام وغيره من أخواننا في مسألة ما عرف أنت تقول أنا ما عندي دليل والمسألة دي ما عارفها عشان ما تخلي المسألة عايمة لا أنت جبتها ولا أنا ما جبتها أنت ما جبتها ولا جبتها عندي آيات من سورة النجم يا تنكر لي الصورة دي يا تديني دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بفؤاده أو رأى بعينه أو كذا واصل كويس خلاص في مسألة الآيات اللي قالها دي في النجم اللي تكلم عنها في الآية دي كويس خلاص نحن دائما في القرآن أو في نظرتنا للقرآن في نظرتنا للقرآن ما قد تكون النظرة الآية المطبقة أو في نرجع بسيط في مفهوم في الآيات زي مسألة القوامة أو إلى غير ذلك الحاجة دي ما تعمم في كل الأماكن لا تعمم في كل الأماكن أي حاجة عندها موضع خاص زي ما بيقولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مثلا ما في لغهم واللغهم امرهم امراه كده ما بياكد لنا ان المراه مبتنية في كل الاماكن خلاص انا بجي راجع في الكافر هل انت بتمدح الكافر لما يختلف معك هل ده مدح له يعني انت بتمدح الكافر يعني يختلف معك ونحن لما اختلفنا معك انت جاي مداخلنا ليه وزعلان ومعرك كده ليه مفروض الاختلاف مفروض الاختلاف يرد الى مرجع انا والشيوعي اختلفنا بنرجع للعقل الشيوعي بيقول لي يلا ماف ليه لانه الكون وجد صدفه بقول له الصدفه من 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 صفات عدم الاستقرار يعني شنو يعني يعني ما ممكن اقول المروحه دي تعلق الصدفه يعني المروحه دي بس جات كده تي ام تي وتلبت فوق وشنقلت وبقت تلف ده عقلا بيصير طيب الناس اختلفوا في العقل يرجعوا لشنو انت قلت لي الاختلاف سنه الحياه طيب الناس ما تتحلى المسلمين انت الان بتأصل للمسلمين يكونوا في انشقاقاته انا سلفي وانت شعبي وداك مؤتمر وطني وداك اخو مسلم وداك صوفي هل انت بتأصل الموضوع ده هل ده بحل اشكالاتنا كمسلمين وربنا قال واعتصموا بحبل الله شنو جميعا احنا دارين نتوحد انت الان زايغ من الازله كلها
اي سؤال اساله لك تقول لي الاختلاف سنه الحياه. انا عندي تاويل، انا بس راكب راس كده، راكب راس كده ده الشغل بتاع المشركين الاوائل، معليش يعني، لكن ده القران قال كده. ربنا قال واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. تقول لي يا زول الله قال والرسول قال، يقول لك لا، والكلام اللي بتقوله ده ما عقل، ما عقل، لانه اذا انت بالعقل بتاعك ده مثلا بيتنكر الغيبيات دي والجنه والنار وغيرها من الامور، بتنكرها بعقلك، وانه النبي صلى الله عليه وسلم مشى عديل الرسول صلى الله عليه وسلم، انت المفروض تنكر امور كثيره من الدين، المفروض تنكر امور كثيره من الدين، المفروض تنكر لي ناقه صالح بالعقل. يا اخواننا الان بعقولكم كده، انا ده، انا فلان ده، خلونا من الركن واي حاجه. قلت لكم في حجر هناك، من الحجر ده الحجر ولد ناقه، مش بتضحكوا فوقي وتمشوا؟ الكلام ده في القران فيه ولا ما في ولا ما في سوره الاعراف وفي سوره الشمس ولا صح؟ وجاء عليهم فهمت؟ ناقه الله وسقياه، فصيل ناقه صالح، فهمت؟ دي ايات موسى عليه السلام، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ربنا قال فانفلق فكان كل فرق، واوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فازلفنا ثم الاخرين. عرفت؟ موسى عليه السلام عصايا، انت الان باي منطق بتاع عقل، مش عقل، مش عقل، باي منطق بتاع عقل، انا الان بطريقتك دي وبحاجاتك دي ببقى كافر تب والله جد، ببقى كافر عديل كده، اغنعني عصايا يدقوها في البحر تنقلب طريق تشيل الناس، اغنعني، فهمت؟ عشان كده السؤال لك كان شنو؟ المرجعيه في العقل، المساله دي اكتبها هناك عندك عشان ما اوقفك ساي، ولا لو دارت اجابي تفضل ما في مشكله. في 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 قراننا، في قراننا في حاجات في حاجات بتاعت معجزه ظاهره، في حاجات ظاهره تبقى الاثر الى هين هين نجي نلقاها موجوده، زي مثلا انشقاق القمر موجوده، الان اثبت الحاجه دي خلاص، في اشياء وبتكون موجوده على الساحه واحد يشرب منها وما روى، زي مثلا احياء الموت في ابراهيم ولد سيدنا ابراهيم، حاجات زي دي حاجات هي قاعده يعني، هي كعلم كناس تعرفها يعني، ما اعرف انه قدره ربنا شنو في الحاجه دي، ولكن في مساله انت قلت المرجعيه العقليه كويس، انا داير عصايا من ناحيه عقليه، عصايا يضربوا بها بحر زي البحر الاحمر ده او غيره من البحار، تنقلب لشارع، ربنا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسع، دي اول لي خلاص يا توريني بالعقل، انا عصايا انا اسمعني، انا مؤمن، مؤمن ايمان تام بانه كل ما ورد في القران هو صحيح، لكن الفكره شنو؟ لا ما دقيقه، ما دقيقه، دقيقه، ورد صحيح، النص ورد صحيح، لكن الفهم اللي لكن في مساله فهم الاصل دي حاجات دي صنيه مفرغ عن الحديث يعني، حي حصلت تاريخا يعني، وصل في 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 عهد موسى الحي حصلت هذه يعني، وما اشكال يعني، انت ما تدخلني في منحنى انا تقول دار تكفر فيني بكلامك ده، لا تشير على انه شنو في تكفير يعني، نوع من التكفير، وانا بعرف الجماعه السلفيه يعني قبل اليوم، لا انت ده انت اللي بتدخل الكلام ده قبل اليوم يعني، هاي احنا ابو بكر ادب قدامك انت، هو في منتدى واعي سلفي يا هو شغال تكفر، كفرت تراب يعني دليل يعني، كويس كويس يعني، انتم من حقكم الحقيقه يعني تكفر، معلش معلش انا ولا اكفر، انا يا اخواننا زول قلت له انت كافر ولا قلت له اهديني؟ قلت له كافر ولا قلت له اهديني؟ ما تكذب علي يا اخونا، انا قاعد قدامك، دي المساله الاولى، المساله الاولى، المساله الثانيه تفسيرك ده تفسير ما عقلي، ده تفسير قلت تاريخي، طيب الخلاق ما تفسر ايه النجم تفسير تاريخي شنو؟ وايه سبحان الذي اسرى بعبده تفسير تاريخي شنو؟ ليه هناك حلال على بلابله الدوح حرام على الطير من كل جنس؟ ليه في خيار فقوس؟ ليه؟ القران ده ما دام قلت لي انا مؤمن الحمد لله، انا ما اتمنى انك تبقى كافر، الحمد لله انا ذاتك دايرك تبقى مؤمن في الاسراء والمعراج، والاكبر والاعظم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به في السماوات، ولا الاكبر والاعظم ان موسى عليه السلام يضرب البحر بعصايا بس امشي فيها، وايات ثانيه لسه لسه ايات كثيره، فانا انا كلامي ده كله ليش؟ عشان اوريه انه العقل ده ما بخش في اي حاجه،
ما بخش في اي حاجه. الان امشي هذا الناس هندسه، امبارح كنا شغالين هناك وقلت الكلام ده في كم هندسه، هندسه السودان، هندسه الخرطوم غيره. قلت لهم يا اخواننا ادونا تعريف الكهرباء، قالوا هي شكل من اشكال الطاقه. قلنا لهم ادونا تعريف الضوء، قالوا هو شكل من اشكال الطاقه. ما بتقدر، ما اي حاجه العقل بيحصلها. ادونا الروح، الروح دي تفسيرها شنو؟ والله ما تقدر تفسيرها تفسير عقلي بالمنطق. والعقل بيقول كده ولا يبقى ما عندك عقل؟ العقل بيقول انت حي، انت بتاكل، انت بتشرب، في عوامل بتاعت حياه، الاكسجين قاعد، الاكل والشراب قاعد، انت بتشرب وبتتحرك واي حاجه، وانا جنبك قوتي قاعده واي حاجه وما قادر اتحرك، يقول لك ده مات والزول ده حي. طيب يا اخواننا الزول اللي بيخلي العوامل موجوده وهو ميت، اللي بيخليه ما يتحرك شنو؟ بيقول لك شنو؟ روحه مرقت ولا كيف؟ طيب روحه مرقت ده تفسير عقلي؟ روحه دي شنو؟ هي شنو هي الروح دي؟ ما بتقدر. عشان كده اخونا ما يغشك الترابي. العقل ده عنده حدود، العقل عنده حدود. ابو جهل قال له يسافر شهر ذهاب وشهر اياب ونحن نضرب اليه اقباد الابل كم؟ شهرا ذهابا وشهرا ايابا. ابو بكر الصديق قال له ان كان قاله فقد صدق. الان ابو جهل لو جبناه الان قلنا له في حاجه اسمها طياره نفاسه وفي ضربونا في اليرموك، مش اسرائيل، من اسرائيل ضربونا في اليرموك وجوا راجعين ونحن بنفتش ضربونا وين ما عارفين. ابو جهل لو قلت له شوف ضربونا يقول لك بالغت يا اخ، لكن والله صعبوها. ما عقله الان، العقل سلفي منه يقصد به والتخلف يعني، معليش يعني انا ما دار اقول لك، لكن بقول الفكر بتاعك ما دار انبزك. الفكر بتاعك فكر ابو جهل، لانه ابو جهل يؤمن بشنو؟ يؤمن بالماده، ده فعل مادي، فهمت؟ طيب فما قدرت تجاوب وما وريتنا المرجعيه في العقل شنو؟ نحن عارفين مثلا انا داير ابني لي بيت، اختلفنا والله اول حاجه نعمل شنو؟ نعمل السقف اول بعد ذاك نحفر الاساس. واحد قال لا نعمل الحيط اول بعد ذاك نعمل الاساس. المرجع لي شنو يا اخواننا؟ المرجع لي شنو؟ ها؟ المرجع للناس اللي بيعرفوا ديل ناس هندسه. واحد زائد واحد قال بيساوي ثلاثه. ده قال لي واحد زائد واحد بيساوي اثنين، اختلفنا. المرجع شنو؟ المرجع العقل. العقل خليك من الرياضيات، ديل كتابين مش؟ كتاب وكتاب. مثلا اختلفنا، بقول له ده كتاب نمره واحد، ده كتاب نمره اثنين. عشان هو اختلف معي بقول له شيل الاثنين ديل واحسبي، ولا كيف؟ ده مش العقل بيقول كده؟ قام حسبي، قام رفع واحد اثنين، هي الثالث مشى وين؟ الثالث مشى مع عقلك البريء. انا ما بصدق، انا بتكلم عن الزول البغالي، عرفتها؟ فنحن الان مرجعيتنا في العقل شنو يا اخوانا؟ انت ما بتتهمني انا سلفي ومتخلف انا دار اتقدم، دار اتقدم، دار ابقى مثلا زيك، انت زول متحضر وفاهم، انا دار التخلف ده اشيله برا، اللي هو قاصد به الصحابه رضي الله عنهم، ربنا رضى عنهم في القران. انا التخلف ده نفترض معاك انه دار اشيله. اعمى شنو؟ العقل وين؟ دي ورينا ليها بعدين في بقيه النقاط. طيب مصدر كلام من الغيب ما حيقدر يجيبه لانه في الايه ذاته ما قدر يجيب حاجه. طيب رجع ايضا لمساله خلق ابونا ادم وانه ربنا رسل جبريل وقبض من الارض، ده حديث. الان ده انكار ايضا، انكار ايضا، لانه ابونا ادم خلق من تراب ومن صلصال من حمى مسنون. قال الروايات دي شنو؟ روايات باطله ساي يا اخواننا. بيقولوا انا يا اخواننا الانكار ده ما انكار منك، انت لو داير تنكر قول يا اخواننا الروايه دي ضعيفه. انا بقول لك يا سلام كلامك ده علمي، خلاص الروايه ضعيفه خلينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم، قال إن الله قبض قبضة من الأرض فجاء منها بنو آدم الأحمر والأبيض وبين ذلك والحزن وكذا وبين ذلك والأسود والأحمر وبين ذلك. فكون ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ده ثابت، ده ثابت. انت لو داير تنكر وتطعن وقلت مخالف للعقل او غيره مفروض تجيب لنا وين المخالفه. انت الان ما جبت مخالفه، ده انكار بس، وده تشكيك لنا في ديننا. وانت ما ممكن تجي تدغدغ عواطفنا تقول انا بحترمكم وانا اذا سيت ليزول وكده وتجي تطعن لنا في القران، تجي تطعن لنا في القران وتطعن لنا في الاحاديث النبويه التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ده ما بينطلي علينا. وما بيجوز لانسان يا اخواننا انه يسمع للزول ده لو جاء في ركن او في غيره، ما بيجوز، ما بيجوز. والله انا بكلمك الكلام ده دين، والزول ده كلامه بتاع هوى. ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت
وهم ينظرون. ربنا قال وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فهمت؟ طيب ف بعدين تاني قال شنو؟ قال إنه 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 حواء ما عرف ما خلقت وما انبسغت، انبسغت انبسغت من الضلع الأعلى الأيسر الأقصر، ده الحديث كده انبسغت. أنت قلت ما انبسغت، انبسغت. أنا قلت له قبل في السؤال قلت له لو ما انبسغت وريني حواء خلقت كيف؟ خلقت كيف؟ ما جبت دليل ولا عندك دليل ولا بتقدر تجيب دليل. من هنا ليوم القيامة، ليوم القيامة مهما تنبسق وتفكر يا أخواننا في مسائل، في مسائل ما فيها تفكير العقل ما بخش فيها، زي المسائل التاريخية. يعني مثلا أنا أجي أقول لك في زول اسمه الإمام محمد أحمد المهدي قاعد هنا، تقول لي لا كان أو كان في السودان، وأنت تقول لي لا ما في زول اسمه محمد أحمد المهدي، بالعقل كده بتجي لا ما بتجي، بتجي ما بتجي، ده ما موضوع عقل، ده ما موضوع عقل. والعلم، العلم أنا أديك العلم فوق العقل، العلم فوق العقل، لأنه لو قلت لي العقل، العقل العلماء قالوا بيتكلم عن اثنين. أنا أجيك لي شبهة اللي أنت بارد بها منهج الترابي. العقل نوعين، عقل غريزي وعقل اكتسابي. العقل الغريزي هو الذي يعرف أنه النار بتحرك وأنه الشمس أكبر من الواطة مثلا، أو النص أقل من الواحد، أو أنه ذاك فلان أو ذاك علان، أو لما تأكل بتشبع، أو لما تمرض تمشي تدوك حقنة أو غيره تتعالج. وهذا العقل يوجد حتى في المجانين. المجنون بيأكل ولا ما بيأكل؟ معناه عنده عقل شنو؟ غريزي. طيب النوع الثاني من العقل هو العقل الاكتسابي. عشان كده العلم أكبر من العقل. تأخون المزلة دي أفهمها كويس. العلم أكبر من العقل، ولذلك أنت دخلت إلى الجامعة لأنه حاجات ما بتقدر تدركها بعقلك. زول ما قرأ طب يا أخوانا بيقدر يعمل له عملية؟ أنت لو ما جيت اندرجت وحلقوا لك صلعة وعملوا لك جكة وبيادة ووقوف طابور صباح وموسى وانتباه ودرجوك درس جد، تقدر تضرب لك سلاح؟ ها؟ ما بتقدر. عشان كده يبقى العقل براو. العقل براو شنو؟ العقل براو يا أخوانا العقل براو ما كفاية، وإنه العقل فيه عقل شنو؟ في عقل اكتسابي اللي هو العلم، العلماء بسموه اكتسابي. وإلا لو قلت لي، لو قلت لي العقل ده أنا بحصل به أي حاجة، أنا بتحداك الآن تعمل لي موبايل أسي الآن، تقدر؟ تقدر تعمل لي سلاح نووي؟ تقدر؟ ما العقل موجود. والدليل على إنه ممكن تعمله إنه الأمريكان عملوا ورموا في هيروشيما وناجازاكي في اليابان، ده دليل ولا ما دليل؟ ده دليل من ناحية عقلية. فما تقعد تنبسق. أما مسألته يا أخواننا الغيبيات اللي هي أركان الإيمان الستة دي ما فيها عقل. أركان، شوف المزلة دي خدتها في راسك، ودي ضللتهم. أركان الإيمان الغيب، سموه غيب ليه؟ شوف أي زول بيتكلم عن الغيب ده زول جاهل ذاته. الغيب سموه غيب ليه؟ لأنه غاب عنك. أنا لو أن قلت لك وصف لي أخوي، أنا أول مرة أنا ألاقيك مثلا قلت لك وصف لي أخوي، بتوصفه لي؟ يقول لك يا زول اخوك ده انا لقيته وين اوصفه لك؟ الزول العاقل ما بوصف. لكن لو جا قال لك هاي اخوك الاسود ده، تقول له يا زول انا اولا حاجه وحيد ابوي وامي، وابوي وامي ذاته انقلبت بهم عربيه ماتوا، انا براي ذاته. تقول لي انت كذاب، صح ولا ما صح؟ اذا كان ده في الدنيا هنا انت الجنه شفتها، ابونا ادم حضرت خلقه، عشان كده زمان شغل الجاهليه معلش يعني انت الان موافق للمشركين الاوائل. المشركين الاوائل ربنا قال وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن إناثا. ربنا رد عليهم رد عقلي. ربنا قال أشهدوا خلقهم، هم قالوا الملائكة شنو؟ بنات ونساء. ربنا قال لهم إنتوا كنتوا حاضرين وقت خلقنا الملائكة؟ ما حاضرين. معناه بيتكلم بشنو؟ بغير علم. معناه ده زول جاهل. فإنت بتتكلم بغير علم. عشان كده مسائل التاريخ هذه لا يدخلها العقل، العقل. فهمت؟ مسألة الغيبيات دي سموها غيب ليه؟ أنت قبل في حاجات ما قدرت ترد عليها وقلت أنا مؤمن، عصاة موسى دي من ناحية عقلية ما قدرت ترد عليها. قصر عقلك عن تفسير هذه المعجزة، وجيت قلت دي معجزة، سموها معجزة ليه أنت عارف؟ لأن المعجز هو الذي أعجز الناس وأعجز عقول الناس. عرفتها؟ فكونك تقول هي معجزة ده تفسير سلفي.
تفسير تاريخي، انت في المساله دي زيانا، نحن الاثنين سلف في المساله دي، فهمت؟ فانا ارجو انك ترجع في باقي المسائل، واذا انا متخلف برضو انت متخلف في المساله دي، فهمت؟ فما يا اخواننا ما يغشك المصطلحات يا اخونا، ترابي ما يغشك، ترابي ما عنده سجم رماده، ما حفظ القران الترابي، قال ومن الجبال جدد بيض صفر خضر حمر، ده فيها توايه ده نجر سايخ، الترابي ده جابوا الجبهجيه ورفعوه والترابي وكذا، والترابي حاجاته دي ذاتها ما جابها جديده. إن مساله امامه المراه دي جاب الترابي، المراه تصلي بالرجال مش قال الترابي؟ ها؟ وكمان قال على مراحل، زمان كان بيقول مرأة كبيرة وتكون حافظة القرآن ومتعلمة وكبيرة عشان ما الناس ما بيشتهوها تصلي بالناس، ده أظنه 84، الترابي موديل 94 قال بس المرأة تصلي، فهمت؟ الترابي قال شنو؟ قال المرأة تصلي بالرجال. المفهوم ده جابوا الترابي كويس وقال دار يفكر، هل الكلام ده أول زول قاله الترابي؟ أنت عارف الكلام ده قاله منه؟ قالته واحدة اسمها غزالة، أنا متأكد الطلاب هنا بيحفظوا بيت الشعر أسد علي وفي الحروب شنو نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. السبب بتاع البيتين ده شنو؟ الحجاج بن يوسف كان بقاتل الخوارج اللي هم ناس داعش، جات غزالة راجل اسمه شبيب ديل من الخوارج، فقاموا قاتلوا الحجاج والحجاج شرد، قام الشاعر بيهجو في الحجاج، قام قال له لو انت راجل كان تمشي لشنو؟ لغزالة. غزالة انتصرت على الحجاج وطلعت في المنبر وأمت الناس وخطبت بهم الجمعة، فسلف الترابي في المزلة منه غزالة عرفتها؟ يعني بيسموها شنو؟ وعل ولا شنو؟ باللغة العربية كم هاي الوعل كما أولتها، فهمتها؟ ده الكلام بتاعه. ها؟ دي غزالة أول زول قال بإمامة المرأة غزالة الخارجية، إنكار عذاب القبر قالوا قبل ناس أبو هذيل العلاف، فهمت؟ ومحمد بن إبراهيم النظام، ديل اسمهم المعتزلة، وديل كانوا في عصر البخاري ومن قبل داري يطعن وما قادر، ولكن انتوا السلف وعصر الجماعة ديلك وابن تيمية وابن الغيم والبخاري، ديل كانوا مع البخاري سوا، إذا نحن متخلفين أنت متخلف أكثر مننا. أها، ما هي الموضوع ما يبقى نبس، أنت الآن ما عندك، يعني أنا الآن داري أبقى معك، المرجع شنو؟ ركوب الرأس؟ قال لي بس إلا كده. طيب قال كثير ينظرون إلى المرأة كأداة جنس وفي نظرة أخرى للمرأة، وقال أنصار السنة، أول ما زال نحن ما أنصار السنة، صار سنة ككة، ثاني ما تقولوا لا علينا ما أنصار سنة، ما إحنا ما أنصار سنة، صار سنة ككة، ثاني ما تبقى أنصار سنة. نعمل شنو يا أخواننا؟ نتبرى أكثر من كذا كيف؟ فهمت؟ طيب مسألة إنه ناس بينظروا للمرأة كأداة جنس عيب عليهم. القرآن قال كذا؟ السنة قالت كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاور المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس في عمرة الحديبية، أنا بديك أدلة وأنت بتقول لي بس كده كون واحد كيف، فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إنهم يتحللوا ويرجعوا، فما في زول في بداية الأمر يستجاب لأنه الصحابة قالوا كيف نحن جايين نعتمر بيت الله يمنعون المشركين. أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم اغتم واهتم، أم سلمة قالت له يا رسول الله أنت أبدأ يتحلل أنت لما تعمل المسلمين كلهم بيتحللوا. النبي صلى الله عليه وسلم مرق قدام الصحابة وتحلل، فتحلل جميع المسلمين ورجعوا. السبب الكان في حل هذه المسألة منه؟ أم سلمة أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها، الصحابة قالوا ما أشكل علينا، أو قال عروة رضي الله عنه ابن الزبير ابن العوام تابعي أبوه صحابي رضي الله عنه أجمعين، قال ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علما. فإنت ما الزول ده من قال بيحاول يلصق فينا التهم، ديل ما نحن الناس اللي بينظروا للمرأة ذات جنس، ديل ما نحن. والمرأة كونها تقرأ كونها تتعلم ما في حاجة منعت، أما مسألة تقر في بيتها وتسكن في بيتها ده القرآن في سورة الأحزاب ربنا قال وقرنا في بيوتكن. المرأة نحن اللي بنقول لك أسمع مننا، المرأة في قراية بتليق بها وفي قراية ما بتليق بها، ما ممكن المرأة تقرأ لي هندسة مدنية ما بتقدر عليها، ولو قرأت ما بتشتغل بها. الآن أديك نموذج حي، ما هو نحن عشان ما أقعد أول وبتاع وأدلة قرآنية وكلام كثير، فهمت؟ وده حق لكن الناس بقت ما بتؤمن به للأسف، فهمت؟ الآن في السد بتاع مروي وفي سد جديد في القضارف هنا كويس،
الماسكين منو؟ ماسكين الصينيين. ما بتلقى بين الصينيين مرة واحدة. الصينيين ده شيوعيين، شيوعيين عديل، الله يكرمك تلقى الرجال والنسوان حمامهم واحد، شيوعيين عديل، بيقولوا لا إله والحياة مادة. كويس؟ ليه ما بجيبوا المرأة الصينيين؟ ليه ما بجيبوا المرأة عشان تمشي تشتغل معهم في السد؟ الصينيين ما عندهم نسوان قاريات؟ ها؟ عندهم نسوان قاريات، أي حاجة بقلدوها لك، صح ولا ما صح؟ طيب ليه ما جابوها؟ لأنه ده ما بليق بالمرأة. في حاجات بتليق بالمرأة، ربنا قال وليس الذكر كالأنثى. ربنا خلق المرأة والراجل، ما عارفهم بيتحملوا شنو ما بيتحملوا شنو؟ ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني كده خلينا من دي، تعال شوف بوكسي وزيت واي مثلا. الزيت واي بيشيل 11 طن والبوكسي بيشيل له طنين ونص. ما ممكن البوكسي يجي يقول يا اخواننا لابد ننبثق وعلى مستوى اليابان ولابد انه يشيلوا فوقي 11 طن. الكلام ده بيجي عقلا؟ بيجي ما بيجي؟ عرفتها؟ فالمرأة ربنا سبحانه وتعالى أكرمها. المرأة والراجل في حاجات مشتركين فيها، الإيمان بالله والإيمان بالشريعة، لكن لطبيعتها ربنا سبحانه وتعالى ميزها. كلامك ده زمان كان بيقولوا المجرمين الزمان، وانت إلى الآن مواصل فوقه، شكلك لسه ما مطلع. عرفتها؟ الآن قوانين الأمم المتحدة، في قوانين الأمم المتحدة حقوق الإنسان الآن بتتكلم عن التحرير، حقوق المرأة، دي قضية زمان انتهت. في قضية حقوق الإنسان في نص في الاتفاقية بتاعت الأمم المتحدة في مسألة المرأة، عندهم حاجة اسمها التمييز الإيجابي للمرأة. التمييز الإيجابي للمرأة شنو؟ قالوا المرأة لابد يكون لها في كل شهر إجازة حقتها ومرتبة ماشي. ليه قالوا؟ طيب ما تخلوا، ما قلتوا الراجل والمرأة واحد، ليه 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 تدوا المرأة إجازة ما تدوا الراجل برضو إجازة؟ قالوا لأنه هذا أمر خلقي وجبلي لا يمكن أن يغير. قاموا جابوا حاجة اسمها التمييز الإيجابي. الإيجابي طبعا وهم ساي عشان يجملوها، وإلا نحن برضو دارين حقوق الرجال، برضو دارين إجازة مع المرأة. عرفتها؟ فيبقى القرآن الناس ما بصدقوا، لكن بيصدقوا قوانين الأمم المتحدة. وربنا جاب الكلام ده من ألف قبل 1430 سنة. عشان كده أخير لك تباري القرآن، القرآن ده فوق الهداية وفوق صلاح البشر، ما يجيب أمر من الأمور إلا والقرآن جاء بأحسن منه. طيب قال المرأة عندهم تسكن في حجرة، ربنا وريناه، ربنا قال وقرنا في بيوتكن. المرأة قال تخرج ثلاث مرات، لا لا ما قلنا كده، ثلاث مرات من بيتها لبيت راجلها ومن بيت راجلها للقبر، لا ما قلنا كده، أو من بطن الأم للحياة ومن الحياة لبيت راجلها ومن بيت راجلها للقبر، لا ما قلنا كده. عرفتها؟ ربنا سبحانه وتعالى كما قال العلماء اللي بتسميهم انت متخلفين، قالوا المرأة لا تخرج إلا لحاجة، فإذا خرجت لحاجة فإنها تخرج متحجبة. الحجاب سووه ليه شنو؟ ليه سووا الحجاب؟ ها؟ عشان تمرق. الرسول أمر النساء يمرق لصلاة العيد، وأذن للنساء يمرق في شنو؟ في الصلوات العادية. أمك أختك مرتك دارة تمشي الجامعة، ما من حقك إنك تمنعها في الشريعة، ولو منعتها أنت آثم، إلا أن تأتي بمنكر من المنكرات. عرفتها؟ فده ما فيه إشكال. أنت ما تصور للناس ده عبارة عن تعتيم وتشويه. طيب قال قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ده دليل، ده دليل على إنه المرأة يعني تكشف يعني إلا ما ظهر منها. العلماء قالوا ما ظهر منها يعني الشكل الخارجي، لأنه ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب دي شنو؟ تقال البيجاي ده، ده ما الجيب، الجيب فتحة العنق ده هنا. طيب لما تنزل الخمار، وفي اللغة العربية الخمار ما يغطى به أعلى الشيء، أعلى الشيء يستر به أعلى الشيء. عرفتها؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وصايا للناس لما يجي ينوم، قال خمروا آنيتكم، يعني تكفي للكباية أو الإناء بفوق. عرفتها؟ بعدها قال وليضربن بخمرهن على، وده حرف استعلاء، جيوبهن. يعني المرأة لما تنزل حاجة تكفي لهنا، وش بكون فاتح ولا مقفول؟ ها؟ بيكون مقفول. طيب نمشي لقدام. قال الحجاب ما نزل على زوجات نزل على زوجات الرسول براين،
لانه قال لين انتن لستن كسائر المؤمنات. طبعا الايه من قبل ما قعدت تجيه، فهمت؟ ربنا قال يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن الى اخر الايه. ربنا قال في سوره الاحزاب يا ايها النبي، وما قال دي خاصه بمنه؟ بزوجات الرسول. ربنا قال يا ايها النبي قل لازواجك، ده هنا صح خش فيها كلامك، وشنو؟ وبناتك، ديل بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه هنا برضو قول دي صح؟ بعد ذاك ربنا قال ونساء المؤمنين. ها؟ ديل منو؟ يا هون ديل اخواتنا ديل وكذا، وزميلتك في الجامعه وكذا. يعمل شنو؟ يدنين عليهن. هاي الادناء من فوق ولا لتحت؟ قبل قام فكلوا حاجه عجيبه، قال فاهبطا، قال الهبوط ما طوالي من الاعلى للاسفل. قبل برضو قال الكلمه دي انا نسيت ارد عليه. انا ما عارف يا اخوانا اللغه العربيه دي كله ستة سنه بيغيروها ولا شنو؟ ها؟ ربنا قال ربنا قال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهمت؟ طيب نمشي معاك للشبهه، هما حافظه كويس. الشبهه ما في الايه دي. اشوفها في ايه ثانيه. ربنا قال ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اينه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وربنا قال في ايه ثانيه قال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول لك لا ده خاص بزوجات الرسول، لانه زوجات الرسول ما زي غير من النساء لابد يكون قلبهم طاهر. يا اخواننا ربنا يامر زوجات الرسول يتنغبن ويتحجبن عشان قلب يبقى طاهر، وما يامر باقي زوجات الناس. الطاهرات يامرون بالحجاب، وبقية النساء اللي في الطهارة ما زي زوجات الرسول. ربنا ما يأمرهم بالحجاب بناحية عقلية. مسألتك الجبال من ناحية عقلية الكلام ده بيجي؟ عائشة رضي الله عنها ربنا يأمرها بالحجاب، زوجة الرسول. ما في زوجة رسول بتخون خيانة فراش، ممكن تخون خيانة دين، زي ما ربنا قال عن وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا خيانة شنو؟ خيانة عقيدة. ما كان بيسوون فاحشة، ما في مرة نبي بيسوي فاحشة. إذا كان عائشة أم المؤمنين المبرة من فوق سبع سماوات، ربنا بقول لها اتحجبي، وأختي أنا وأختك وأمي وأمك، ما بيحصل أن ظفر عائشة رضي الله عنها. ربنا ما يأمرهم بالحجاب؟ الكلام ده كيف يا أخونا؟ فأنت ما تتكلم سهي، شبهة دي شبهة باطلة. برضو قال ما عندها رأي ورينا بالأدلة. قال العرض ليس عند المرأة فقط، العرض عند المرأة والرجل. صح، لكن برضو المرأة مطلوب منها إنها تتحجب وما يشوف أي زول، تكون المرأة دي كده محفوظة. وإنت أنا بنصحك في النهاية هكذا، خلينا الموضوع ده. الطالب بعدين لما دار تعرس، ودي ذاتها مغروسة في نفوس الناس. أسي لو لقيت واحدة خلاطة كلية كلها بتخلطها، وتشيل من داك دفتر يكون فاضي ذاته، دار لا موضوع، تجي ناطه لداك وتتكلم مع داك وتشرب شاي مع داك وتهزر مع داك وجاد على طرحته، دي بتعرسها انت؟ خليك من ده. اقرب اثنين خالطين هنا امشي يقول لي اسمع اقف نجيب المازون، بيقول لك لا لا ويقوم يجر. صح ولا ما صح؟ يقول لك دي هنا قعدت في الكليه ما حفظت لا ابوها ولا امها، انا بعد داك يمكن اسافر ويمكن ابقى مدير مدرسه مثلا في ولايه وهي في ولايه، دي انا بعدين اضمنها كيف تجيب لي شفوت في البيت. فهمت؟ عرفتها؟ تجي تقول لي كيف يا أخونا يا ناس الكلام ده واضح. شوف العرض ده أهم حاجة في المرأة، في المرأة. في الراجل ده ممكن يعمل له بلوة كده بيجي راجع الحلة بعرسه له، لكن المرأة دي بتنكس رؤوس الرجال والله جد. أنت تكون راجل وذكر والحلة دي موقفة قناية واحدة، تكون راجل وأي كلمتك مسموعة وما عندك أي مشكلة. أختك في البيت نسأل الله العافية والسلامة ولا أمك ولا غيرها من المسائل تعمل لها بلوة، والله تاني ما تقدر تخش الحلة. صح ولا ما صح؟ العرض ده أهم حاجة في شنو؟ في المرأة. فهمت؟ وإن كان برضو في الرجل موجود. طيب قال في الزواج ما جابت شرف وظلم كبير ولابد من تصحيح المفاهيم. أنا ما فهمت غايته كلامه، هل هو عنده رأي في الزواج أو في مسائل غلط في الزواج؟ نعم يا أخوانا،
والمجتمع فيه عادات سيئة ليست هذه من الدين. يقول لك مثلا قال رسول الله في النساء شاوروهن وخالفوهن. يا زول الرسول بيتكلم سوداني؟ شاوروهن وخالفوهن ده رواه منو؟ ده رواه منو؟ شاوروهن وخالفوهن. وبرضه يجيبوا لك حديث ثاني ما اعرف لك شنو وكلام فارغ ساي. كل عادات يا اخواننا سودانيه سودانيه ما عندها علاقه بالدين. فانت ما تجيب يا اخواننا عادات السودانيين. انت لو دارت تتكلم عن مساله التدين زي واحد من اخواننا جزاه الله خير كبير ذكرني في فكيقه بضوقي الصباح ولا امبارح مش عمل له عمليه وسخه جدا في السوق مرياته يكتب له حجاب قام زنبيه. ها شوف الموضوع ده كيف فهمت. دي مشكله كبيره ودي جابوا على النفرين القبيل اخوان مسلمين وناس ابشره والتجانيه جابوا على المزله دي فهمت. فدي مشكله كبيره لعب باعراض الناس وهو لعب بهم فده لعب لعب كثير. طيب قال تحرير المراه وفق الشرع. انا ما اعرف يعني تحرير المراه وفق الشرع دي كيف. الناس اللي قالوا اما تبقى مع ناس وفق الشرع ولا تبقى مع ناس تحرير. الناس اللي قالوا تحرير قالوا المراه دي تمشي ساي كده بس وتبقى وبفضل الله سبحانه وتعالى ما بفضلنا نحن لانه ده منهج الله يا اخواننا. والله نحن ما عندنا حاجه نحن لا نملك لانفسنا شيء. والاسلام ده بالطريقه دي الصحابه فتحوا به والدنيا. انت خليك زول عزيز تيجي تقول تمشي تلقى ابوك في البيت امك في البيت ده من دورك يا اخوان من دورك. انت انسان مربي من دورك تمشي تنصح المسلمين ديل. ما في واحد يجي يقول لك انت بيتين عامل لنا فوق الشيخ. امبارح كنت بتمشي مع البنات وتمشي الحفلات وبتشرب البنج وبتسوي تتبع مالي لكن ما بشرك بالله. ديل معاصي وقد تدخل للنار لكن ما بتخلد فيها. لكن لو جيت لله سبحانه وتعالى بالعبادات كلها وعندك عقيده في ميت بينفع ولا يضر ولا بيعلم الغيب ولا بيدي الجنة ولا بيتصرف في الكون ولا غيره انت ما عندك اي عباده ويوم القيامه خالد في جهنم ما بتمرق. الدليل شنو؟ ربنا قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. والدعوه دي ما حقت انصار سنه. الان الاحزاب اخوان مسلمين شعبيين غيره عشان يخلوك انت ما تلتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك الكلام ده حق انصار سنه ما تقوله. ما حقهم ما حقهم. ربنا قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ايوه كده نحن بالايه دي بالفهم ده انه اي حاجه عملوها ناس اهل باطل نحن ما نعملها نقول خلاص الصيام ده اصلا زمان كان بيصوموا اليهود والنصارى ونحن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بمخالفه اليهود والنصارى اذا نجيب اثنين كوز مويه وما في رمضان. ده المنهج ده فهمت؟ فما كونه ديل بيعملوا كده انت تخلي عندك سيجاره عندك بانجو والله انا بي بانجويتي اقول له ابوك شيخ عاطل وتحت كرانة ما بيتصرف في الكون فهمت؟ تخلي عقيدتك في الله وده شغلك وربنا بيسالك منه. الان يا اخواننا اي طالب هنا اهله تعبوا فوقه عشان يخش الجامعه قد تلقى من اهلك زول بنادي الشيخ او بيمشي البنيه او كده او بيزور الشيخ لازم توريه بالتي احسن. نحن كلامنا ده لانه الناس ديل بيطعنوا في الدين. اما ابوك وامك واهلك ديل اتعامل معاهم شنو؟ بالتي احسن. قل له يا ابوي انت زول كبير وانت اعلم مني وكذا وكذا. قل له لكن ربنا قال وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. يلا يا ابوي يا اخ ما تنادي غير الله يا الله ده ما بديك اي شيء. وريه وانا يا ابوي مشفق عليك وانت ما قصرت معي وعلمتني. قل له الكلام الطيب. ابو قد يطردك وقد يقول لك كذاب وانت وهابي مجرم اصبر عليه. ابوك رباك لغايه ما حصلت الجامعه والى الان ممكن تلقاه في الزراعه في الخلا او تلقاه شايل طوريه او تلقاه في السوق تعبان ويجيب لك كسره الملاح عشان انت تمشي تقرا الجامعه وتتخرج لمصلحتك انت. لانه انت بعد تتخرج بعد شويه بتتزوج بتخش في الحياه ابوك تمشي له من اسبوع لاسبوع ما بيستفيد منك حاجه. فما ممكن يا اخواننا ابوك واهلك قدموا لك شيء انت ما تقدم لهم اهم حاجه وابسط حاجه لانه بتغش نفسك. لو ابوك كلمته في شيء وهو واقع في العقيده السيئه دي خلي موضوعك الاساسي المهم انه العقيده اهم شيء. وبتسمع هذا ربنا قال تصبر. ربنا قال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وعشان كده اخواننا زول تتحمل وتبقى زول راجل. ربنا قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تصبر ودي دعوة الأنبياء والمرسلين إنهم صبروا. ما شغل ناس داعش ولا أخوان مسلمين ولا غيره دي كلها دعوات دنيوية. أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتنذر عشيرتك الأقربين أول وتنذر بقية المسلمين. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.